بالنسبه لموضوع النهارده اللي هم اختاروه يا جماعه اللي هو التاج فارم مانجمنت، هي دينا اديكم الاول فكره عن مزارع دينا. مزارع دينا اتقدمت سنه 1986 كانت بلوند المهندس حسين احمد عثمان اللي هو اخو عثمان احمد عثمان، من اول الناس اللي ابتدت في استصلاح الاراضي الصحراويه. حسين احمد عثمان ابتدى ب 4000 فدان و 360 بقره ميركن هولشتاين ده اللي احنا بنشتغل فيه. النهارده طورت مزارع دينا بقينا حوالي 20,000 راس، وتوتال مزرعه دينا 12,000 فدان. 12,000 فدان هي مكانها في 280 مصر الاسكندريه الصحراوي. دينا يعتبر من اكبر المشاريع النهارده او المشروع نمره واحد في انتاج اللبن. اللبن بيكون بيجيب حوالي 230 طن لبن في اليوم. كل شركات اللبن اللي موجوده في مصر بتاخد اللوم بتاعها من مزارع دينا. متقسمين على 12 وحده بنسميهم 12 محطه، 12 محطه انتاج الباب، عندنا محطتين تسليم، عندنا محطتين لتنشئه الاكلات. ده بالنسبه بس فكره مختصره عن مزارع دينا، وهنبتدي نتكلم بعد كده على الديري مانجمنت براكتس. بدايه ان جنرال خالص قبل ما نتكلم على اي مشروع خالص، في شويه بيزك او في شويه برنسبل وانت بتدير اي مشروع. افترض النهارده بدير مزرعه انتاج حيواني، بدير مزرعه دواجن، بشتغل في شركه دواء. كابروش للبراكتيكال لايف بتاعتك اللي انت بتبتدي تشتغل ازاي بعد التخرج، في برنسبل معينه ممكن تشتغل بيها في اي مشروع او واي اوف ثينكينج او طريقه تفكير لو اشتغلت بيها تقدر تدير اي مشروع. ده هيبقى الاول عامة. بس في بعض الحاجات بنسميها الاورينتيشن او التوجهات بتاعتنا في مزارع دينا او دي برنسبل لو اشتغلت بيها صدقني هتبقى مستريح، او هي دي بنسميها الكي سكسس او يعني السكسس كي بي ايز اللي هي بنقول كي برفورمانس انديكيتور اللي هم اكثر حاجات بتنجح مشروع. الحاجات دي لو مش موجوده يبقى انت مليون في الميه هتفشل في انك تعمل المشروع ده او انك تبقى ناجح. اول حاجه انا بنسميها اللي هي ايه؟ بنقول بي هير ناو. بي هير ناو دي اتعلمناها من الاجانب اللي متدربين معاهم. بي هير ناو خليك هنا دلوقتي، يعني احنا لو قاعدين بنتكلم في حاجه في الطب البيطري او في الداي مانجمنت براكتس يبقى خلينا كلنا مركزين في الموضوع ده. اي حديث جميلي او اي مثلا انا مشوش على تفكيري بالجزء ده يبقى انا مش هستفيد، انا في الشغل يبقى انا في الشغل، انا بره يبقى انا بره، انا في بيتي انا بتفسح انا كذا، كل حاجه بتديها وقتها بتبقى احسن او هي دي الكي سكسس بتاعك لما بنعمل. الجزء الثاني الابريشيشن ان احنا بنقدر نفسنا، ممكن لو انا اختلفنا في الاراء ممكن اسمع راي حضرتك يبقى صح اكثر مني او راي حضرتك يبقى صح اكثر مني، لازم نقدر بعض بفكره زي دي. اللي نجح امريكا واللي نجح معظم الدول الجزء الثالث اللي هو بنقول عليه مفيش دايفرستي مفيش انتهازيه، يعني انا المكان اللي بيبقى عندنا فينا او المكان اللي موجود في الشغل وات ايفر كان اللي بتشغله كفاءه مش بتشغله اي حاجه تاني، يعني مثلا بنقول ايه نو دايفرستي، مفيش فرق بين بنت ومفيش فرق بين راجل، المهم هل اللي يقدر كفء انه يقوم بالمهمه دي هو اللي بيشيلها عندنا، كبير او صغير، شاب او خبره، وات ايفر، مسلم او مسيحي كذا، لو شلنا الحته دي الحته اللي الناس كلها بتعتمد عليها ان انا ممكن بعتمد على الكفاءات بغض النظر عن اي قيود ثانيه موجوده. اخر حاجه خالص اللي هو الدايركت سبيكنج، الدايركت سبيكنج اللي احنا بنسميها ايه؟ نو هيدن اجنده، يعني انا دايما بنتعلم انت عايز ايه؟ عايز واحد اثنين ثلاثه، حدد الكلام او مثلا بنيجي نبعت ايميل او بنيجي نبعت اي حاجه في سطر في كلمتين واضحين جدا، ما يكونش من وراها هيدن اجنده او هيدن اوبجيكتيف انت عايز ان انت تشتغل فيه.
دي برنسبل عامه، يعني لو عايز تبقى في مكان بيشتغل بالبرنسبل دي او بالمبادئ دي بتحس ان المكان ده ناجح. ليه؟ بنتكلم بوضوح، عارفين احنا عايزين ايه مع بعض، مركزين في التايمر اللي احنا بنشتغل فيه، كل الحاجات دي بتساعدك. ده كلام جنرال خالص. اجي للجزء الثاني، انت بقى تبتدي تدير او بتفكر ان انت تدير، داخل تدير مزرعه دواجن او داخل تدير مزرعه انتاج البان زي مزارع دينا او اي نشاط انت بتفكر فيه، لازم بنسميه ويف سيجن، طريقه تفكير هنشتغل بيها. طريقه تفكير في قاعده اساسيه معروفه عندنا بنسميها او جي اس ام. او جي اس ام معلش هما كلمتين بره الديري فارم خالص، بس لان هي دي الايه؟ المدخل بتاعنا. او جي اس ام اللي هي الاوبجيكتيف جول استراتيجي انيشيتيفز. ازاي بدير اي مشروع؟ بقول عايز اعمل مزرعه انتاج البان. مزرعه انتاج الالبان ايه الاوبجيكتيف اللي انا بشتغل عليه؟ الاوبجيكتيف اللي انا بشتغل عليه ممكن يكون صاحب المال اللي هو صاحب المزرعه ذات نفسه عايز يحقق اعلى ربحيه، فالاوبجيكتيف بتاعه انا عايز اكسب اكتر كميه فلوس ممكن تبقى موجوده. بعمل البول بتاعي هيبقى كام؟ هيبقى يعني دي لازم تبقى وورد. وورد يعني كلام. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب اكتر انتاج لبن في مصر، عايز اكسب اكتر مكسب في مصر، يبقى دي جاست ووردز. ببتدي بعد كده احولها لجول. الجول ده هيتحول لكام عشان اقيس عليه؟ يعني انا عايز اكتر مزرعه انتاج لبن في مصر. تاني خطوه الجول هقول 230 طن 250 طن. الخطوه الاولانيه عايز اعمل ايه؟ الخطوه الثانيه احدد الهدف في رقم عشان اعرف اوصله. الاستراتيجي ايه الاستراتيجيات اللي انا هستخدمها خلال ان انا احقق الهدف ده، واخيرا اقيس نجاحي ازاي. انا بقى هتشوف كل المحاضره من اولها لاخرها بالتسلسل ده في كل ايشو هنبتدي نختاره. هقول لك انا كان الاوبجيكتيف بتاعه كذا، الجول كذا، حققنا كذا، او وسائل ان احنا نحقق دي بالطريقه دي كانت كذا، قسنا النجاح فيه بالطريقه الفلانيه. لان هتشوفوا بقى الديري يعني الاسمها زي بعد كده بقى نتكلم على ديري فارم، لا مزرعه هتلاقي حاجات كتيره جدا، بس كل واحده من دول لازم احدد القاعده بتاعت الايه؟ الاو جي اس ام دي اللي احنا بنشتغل عليها. انت تشتغل في شركه دواء بس عايز اعمل كذا، هم عايزين يحققوا اعلى ربحيه، هتبقى كام؟ هتبقى المبيعات كذا وكذا 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 وكذا، هنقيسها بالطريقه الفلانيه. لان لازم يبقى فيه مقاس او بنش مارك بتاع البروجريس بتاعك، مش معقول انا بقدم مش عارف انا اكسب او اخسر او النجاح بتاعي بيتم ازاي. ببساطه خالص نقرب موضوع مزارع الالبان، هي البقره بتجيب لبن ازاي؟ البقره بتجيب لبن عشان بعد كده نبتدي نخش. عشان يبقى عندي بقره بتجيب انتاج لبن لازم البقره دي الاول تولد. يحصل لايه عمليه الكافي؟ هنبتدي نتكلم على السايكل دي. هي البقره بتبقى انا مثلا بنسافر بنستورد اجلات اشهر، اجلات اشهر على هيفر لسه ما ولدتش لاول مره، بتولد عندنا في المزرعه. ولدت يبتدي الدرع بتاعها او القدر يحضر عشان ان احنا نحملها، فيبقى اول خطوه الكافي. البقره لازم تولد. بعد ما بتولد ولاده طبيعيه بنسيبها 60 يوم، بنسميهم الفولانتري ويتنج بيريود، فتره اللي هي لازم بستنى البقره ما بعرفش اعمل فيها انسيميشن، فتره الجلوبيريوم بتاعت البقره. بعد كده بعملها انسيميشن بعد 60 يوم او 80 يوم، تفضل تحلب يعني ولدت حلبت حوالي 305 لتر. او ده الافرج يعني بتاع البقره، في بقره بيعمل 400 في بيعمل اقل، بس دي الفرق. بتكون وصل عمر البريجنسي او عمر الحمل فيها 7 شهور. عند الشهر السابع بنجففها شهرين. يعني قبل شهرين عشان تولد ولاده تانية. وبالتالي يبقى السايكل مكتمله كده. انا عرفت من عندنا ان البقر لازم يولد ويتلقح ويتجفف ويولد تاني. دي السايكل بتاعت البقره العاديه اللي هي عشان تجيب فيها انتاج لبن. ده بقى اللي هو شغل الديري فارم. هنبسطه بقى ببساطه خالص، يعني احنا قلنا عندنا قاعده اساسيه، انا عندي في البلاننج زي ما قلنا في الاول في الاو جي اس ام، الاو جي اس ام انا عندي اوبجيكتيف لازم احققها، احولها لاستراتيجيز او لاجزاء استراتيجيه هشتغل عليها، وبعد كده هتشوف الاوبريشن اتقسمت ازاي في كل واحده من دول هيبقى ليها طريقه تفصيل. طب انا لما باجي اخطط زي الفتره الاولانيه ادي استراتيجيه، انا باخد اي عنصر عندنا في مزرعه الانتاج الحيواني لازم يبقى عندي الاوبجيكتيف الرئيسي بتاعه. انت يا عم بتلعب كوره او بتعمل اي حاجه لازم يبقى عندك الاول الاستراتيجيه اللي هتستخدمها ايه؟ الاستراتيجيه بتاعت الانتاج الحيواني. الالترنتيف لو لا قدر الله ما عرفتش يبقى ايه البدائل اللي انت ممكن تستعملها في حاله ما حققتش الاوبجيكتيف دي؟ الريسك اسسمنت وتقييم المخاطر في النشاط اللي انت بتعمله. واخيرا لازم يبقى عندك فيوتشر فيجن او
يبقى عندك جزء بنسميه الديفلوبمنت. يعني انا زي ما انا اول ما ابتديت يبقى ولا كان في حاجه ولا تتقدم المزرعه ولا هتقدر ان انت تزود البرودكتيفيتي بتاعتها او تزود البروفيت بتاعها. لازم يكون ايه ده؟ فالاول في اي عنصر عندي في نشاط الانتاج الحيواني بنفكر فيه كده. كده يبقى الشغل مش ممل. يعني انت دايما بفكر عندي اوبجيكتيف بيرسونال وعندي الترناتيف، عندي ايه عوامل الريسك الخطوره اللي ممكن تحصل لي؟ ايه الديفلوبمنت او ايه الديفلوبمنت اللي انا هعمله في الجزئيه دي؟ وبالتالي لو جينا بقى على نشاط الانتاج الحيواني هم خمس اوبريشن مهمين او خمس حاجات مهمين في نشاط بقى انتاج حيواني. طب اقول لك احنا عايزين البقره تولد. هقول الهدف بتاع دينا بناكد بقره صحيه سليمه تناسليه متزنه عشان اجيب احسن انتاج لبن كميا ونوعيا وينتج عندي بعد كده منتجات صغيره تقدر تعمل احلام واستبدال. ده نشاط الانتاج الحيواني انا قلته كده ببساطه. هاكد يبقى انا دخلت في النيوتريشن، انا مش هديك لبن من غير ما ابتدي اخد جزء النيوتريشن. بقره صحيه سليمه فانا لازم عندي هيلث مانجمنت بروجرام. تناسليه متزنه هتكلم على البرودكتيف مانجمنت بروجرام. عشان اجيب لبن عندي الميلك والميلك كواليتي والميلكينج بروسيدورز دي من الحاجات اللي اهتم بيها، واهتم بالمنتجات الصغيره بتاعتهم اللي هي الريبليسمنت عشان يبقى في الفيوتشر بتاع النشاط. من اول حددت هدف كلمتين بسيط قوي كل واحدة من دول ابتدي افسرها معاك بالتفاصيل. وفي الاخر خالص قلنا عندنا الميجرز. الميجرز انا هقيس ازاي؟ ده بيسموه الاسسمنت او تقييم نجاحك. انا هقيم التغذيه ازاي؟ هقيم الحاله الصحيه ازاي؟ هقيم الحاله التناسليه ازاي؟ كل واحده من دول ليها اسلوب او ليها طريقه تقييم. ده بنسميه الاسسمنت. وهنعرف ازاي تقدر ان انت تقول انا ان في اهم حاجه اللي هنتكلم عليها اللي هي الكي بي ايز او الكي بيرفورمانس اندكيتور، مقاسات اللي بقول عليها انا نجحت او فشلت او عايز اعدل او مش عايز اعدل. ده بالنسبه للانتاج الحيواني عامه كل واحده من دول بنتكلم فيها اندكيتور. لو جيت اتكلم الاول على اختيار مشروع انتاج اللبن فانت يهمك انت هتربي هتربي ايه او ايه نوعيه الحيوانات اللي انت هتربيها من على حسب البريدز المختلفه الكتير. احنا فينا اختارنا اللي هو الامريكان هولشتاين فلسطين الامريكي. ده من مناطق تكاد تكون مشابهه يعني من اريزونا فهتعتبر كتروبيكال يعني شويه جزء مش ايه كهيت ستريس مش هتبقى متاثره زي الاوروبي اللي موجود. وده بيمتاز ان البرودكتيفيتي بتاعته عاليه. افريج دينا النهارده او متوسط انتاج اللبن في دينا في الصيف حوالي 32 كيلو في الهيد بير داي بقى في اليوم. ممكن في الشتاء بيوصل 38 واحيانا بيوصل 40 كيلو لبن. مش المهم الرقم كام، المهم هو انت بتكسب منه كمان قد ايه، لان ده مشروع انت بيهمك ان ايه نكسب. الاول حاجه النوع الحيوان اللي احنا اخترناه، فاحنا هنا مختارين فيه هتلاقي مزارع تاني كتير بره بيشتغل على الجيرمان هولشتاين. معظم المزارع بتستورد اللي هو الهولشتاين الالماني، انما احنا فينا كلها امريكي ومحافظين عليه. اذا كنا بنستورد او اذا كنا هتشوف في البرودكتيف بستعمل ارتفيشال انسيميشن من طرايق كلها برضو يعني من التوب 100 تي بي ايز من السايرز من الامريكان هولشتاين. الفرق بين الامريكان والجيرمان هو ده البرودكتيفيتي والاكوميديشن بتاعه على الوزر اللي انت بتتكلم فيها. مثلا بتتكلم على الالماني، الالماني لا مش اكوميديتيف لانه في كولد اكتر منه، انما انت بتتكلم على حاجه مع الهيت ستريس اكتر اكوميديتيف منها وبرودكتيفيتي اقوى. وهو الثاني ارخص، الالماني ارخص. الديزاين بتاع شكل المحطه اللي احنا بنقسمها عليها وبنسكن في الشكل ده هتعرف هنا في اثنين ديزاين. ده كنا بنسميه ده مسقط كده افقي على المحطه بنسميه فان تايب ديزاين. فان تايب ديزاين هو عباره عن ايه؟ هو البقر احنا قلنا هنسكنه فلازم يبقى فيه محلب عشان يحلب فيه، والبقر بيبقى مخصوص للحظاير دي. المحلب موجود ودول على شكل مروحه او ليه فبنسميه فان تايب ديزاين. فان تايب ديزاين ده كل واحده من دول حظيره او بنسميها بروف دي بنسكن فيها مربوعه معينه من البقر. هنقول لك بنسكنهم ازاي والبروبنج ده بيتم ازاي. ده ديزاين قديم وليه حظاير دي المنتجات الصغيره ولاد يعني بيبقى فيه البقر الكبير ومعاه المنتجات الصغيره او الاوف سبرينج اللي هي الستوك بيبقى موجود معاه. ده الديزاين القديم ده ماكسيموم يشيل 600 بقر في المحطه. في ديزاين تاني اكتر هو غالي شويه ده بيبقى حوالي ادي المحلب دول 16 حظيره كده 16 حظيره كده وقدامهم زيهم فبتاخد 30 30. الديزاين ده بيشيل حوالي 2000 راس في لوكيشن واحد.
سهل ان انت يعني من الحاجات اللي بتكسب في الانتاج الحيواني اللي بنسميها كونسوليديشن. الكونسوليديشن كل ما بتربط كميات كبيره قوي في مكان واحد بتبقى التكلفه يعني اقل مش اقل يعني من التكلفه في 600 مثلا ممكن اخد لهم 40 عامل وواحد دكتور وثلاث مهندسين زراعيين مع ان برضه نفس الحكايه دي او ببساطه ممكن يشيلوا 2000 هم نفس الحكايه على حسب الديزاين بتاع المحطه. انما لو قررت اربع نماذج في 600 بيبقى غلط يعني ممكن كل ما بتعمل الكونسوليديشن يعني مثلا في السعوديه اللوكيشن ممكن تسمع 5000 فان لوكيشن او 10000 فان لوكيشن الكلام ده معمول في امريكا برضه نفس الكلام بس الريسك بتاعه اخطر. الريسك انت حاطط مثلا 5000 راس في لوكيشن واحد فلا قدر الله حصل مرض ما بتعرفش التعامل معاها ازاي هتاخد التغذيه زي ما قلنا التغذيه الجزء الاولاني دي بقى اهم حاجه يعني انا لقيت بنت التغذيه اهميه بالنسبه لنا التغذيه لو جبتها كوست وايز كتكلفه من النشاط كله لا النيوتريشن بتاخد 80% من النشاط 80% من النشاط يعني من حجم التكلفه اللي هي بتدفع في الانتاج الحيواني لا النيوتريشن بتاخد 80% 80% فلازم يبقى ليها اهتمام فلازم ابقى عارف انا باكل ايه الاول لازم ابقى عارف الاكل ده الافشنسي بتاعته ماشي ازاي لازم اعرف هو جاب اللبن ولا ما جابش ده انا مش فارض ان انا اجيبه لازم يتعمل عندي راشن اكوموديتد مع كل حيوان واقول لك دي بتتعمل ازاي لازم احكم في الاخر الافشنسي بتاعت طريقه التغذيه. طيب المقصود من التغذيه المقصود من التغذيه الاول دايما بناخدها عنوان كده عندنا في الانتاج الحيواني احنا مش بنزود مش بنعمل حاجه غريبه بس في عنوان رئيسي اللي هو ايه؟ تو ادابت الفسيولوجيكال تشينجز يعني البقره فسيولوجيكالي بتمر بمراحل معينه طبيعيه تو ادابت الفسيولوجيكال تشينجز دي بالتغذيه يبقى انت هتقدر ازاي؟ هبتدي بقى معاك ببساطه خالص اهم مرحله عندنا في الانتاج الحيواني بنسميها مرحله الترانزيشن ليفل. الترانزيشن ليفل دي حاجه اللي هي بنسميها 15 يوم قبل الولاده و15 يوم بعد الولاده. دي اخطر مرحله يعني لو جيت شفت البقر اللي انت بتبيعه كتير في المزرعه هتلاقيه في فتره الترانزيشن. البقر اللي بيموت او اللي بيحصل له ديزز بيموت في الفتره دي. البقر اللي بيحصل له كالي في الفتره دي. ليه فتره الترانزيشن دي مهمه قوي؟ قال لك يعني ايه في حاجه دايما لاي واحد مننا اللي هي التشنجز لو انت في تغيرات بتحصل لك جرادولي فانت بتبقى ادابت. يعني مثلا بقره حامل عمر يوم بكره بقت عمر اثنين بكره بقت عمر ثلاثه في تغيرات في الريكوايرمنت بتاعتها بس ماشيه جرادولي فبالتالي ما فيش مشاكل بالنسبه لها. لكن لما يحصل التغير ابرابتلي او فجائي مره واحده فبالتالي انت محتاج تعوضه هنا تحصل المشكله. تعال شوف البقره اللي بتولد النهارده النتاج بيجففها شهرين وبعد كده بتحلب فمره واحده لما بتحلبش خالص حلبت يبقى ادي اول تغيير. هنتكلم على التغييرات في الهرمونات يعني لو انا جبت قلت الهرمون البالانس بتاعها بيمشي ازاي بقالها تسع شهور بريجننت مستوى البروجسترون ليفل عالي قوي فيها مفيش استروجين ليفل يوم الولاده كورتيكوسترويد بتعلى جدا ودي امين سبريسف اصلا يوم الولاده البروجسترون بينزل يوم الولاده الاستروجين بيعلى قوي. اضطرابات الهرمونات دي مره واحده في ساعتين ثلاث ساعات دي من الحاجات اللي بنسميها بتعمل ابرابت تشينج. تعالى برضو البقره وهي لفه حجم الدراي بطر انتيك اللي بتاكله كميه الاكل اللي هي بتقدر تاكله بيبقى قليل بيبقى صغير. قلنا دي كده نعم بس انا اسف فيها انا عرفت انك تفكر. حلو. التشنجز والطبيعه الحركه والتغيرات فالدراي بطر انتيك هي المفروض ما بتاكلش او اكلها قليل مره واحده انت عايزها تجيب لبن كتير فعايز تزود عليها الاكل ده بتاعك. يحصل لها ايه؟ يحصل لما بتولد بتاكل كميه اكل قليله فالاكل ده مش مغطي كميه انتاج اللبن اللي بتجيبها بتجيب كميه لبن كتير تبتدي تعمل اول حاجه بتكسر الهيباتيك جلايكوجين عن طريق اللي بنسميها عمليه بنسميها جلايكوليسيس. خلص الهيباتيك جلايكوجين بتاخد من الفات ديبوزيت اللي في جسمها الفات ديبوزيت بتكسره بعد كده ممكن يحصل لها مرض اللي هو كيتوزيس او يحصل لها خليها بقى النيجاتيف انرجي بالانس، النيجاتيف انرجي بالانس هي محتاجه طاقه بس مش قادره تعوضها بالانتاج بتاعها، فتلاقي البقره تخس ويحصل لها مشاكل. الالكترولايت نفس الحكايه، هي في الجفاف مش محتاجه كالسيوم ليفل عالي خالص، طب الكالسيوم ليفل ده انا ولدت لبن كله كالسيوم، فمحتاجه
ديماند قوي، مع ان الباراس هيروت جلاند ان اكتيفيتد ومش شغاله في فتره الجفاف، فهي ان اكتيفيتد خلاص مره واحده انا عايزها تبقى اكتيفيتد، مش هتلحق تغير التشنجز ده. هلاقي الكالسيوم ليفل يحصل له دروب، بيحصل حالات سب كلينيكال هايبوكالسيميا او كلينيكال هايبوكالسيميا اللي بنسميها بالميلك فيفا. فانا وانا بعمل التغذيه لازم كل الفسيولوجيكال تشنجز دي تبقى في دماغك وانت بتكون الراشد. ما انا لو مش فاهم فسيولوجي الحيوان ده، هي مش حكايه ايه هات الريكويرمنت اللي موجوده في الام ار سي وادي السبلاي وادي اي سوفت وير ونلف دي مع دي مع البرايس، فالحكايه بقت بسيطه. لا لازم ابقى فاهم فسيولوجي، فاهم انا عايز اعمل ايه بالظبط في الجزئيه دي عشان ابتدي اشتغل. لكل الهاي بروديوسر دي طريقه ثانيه في التغذيه، الاي ام دراي دي طريقه ثانيه في التغذيه، كل مجموعه من الحيوانات بتاخد طريقه مختلفه. طب هنيجي بقى نتكلم على التغذيه، حاجتين رئيسيين، حاجتين رئيسيين الحيوانات اللي هو الديري فارمز بتاكل حاجه بنسميها الفورج وحاجه اسمها الكونسنتريت. الفورج دول حاجه من الاثنين، في اول حاجه بتسالها انت لما انت بتتكلم في التغذيه الفورج كونسنتريت ريشيو. الريشيو ما بين دي وما بين دي قد ايه؟ الفورج كونسنتريت ريشيو دي من الحاجات الرئيسيه في اول حسابات التغذيه. انت راجل عايز تجيب اعلى كميه لبن، عمرك ما هتجيبها من فورج كتير. الفورج الكتير بيبقى هيلسي، ويبقى فيه روبينيشن وبيبقى البقره ما لهاش مشاكل خالص، بس مش هتديك انتاجيه اللبن اللي انت محتاجها. فلازم ازود الريكويرمنت بتاعت انتاج اللبن بكونسنتريت. طب الاتزان اللي ما يعملكيش مشاكل، لو حطيت كونسنتريت هيحصل لي ساره، ساره اللي هي سب كلينيكال اكيوت هرمونال اسيدوزيس وممكن يحصل لنا مشاكل. طب النسبه دي تبقى قد ايه؟ عشان اجيب اعلى كميه، في ناس قالت 50 50 50% فورج 50% كونسنتريت، طب 40% فورج 60 كونسنتريت. وصل ان الماكسيموم اللي انت تقدر تعمله بس هتبقى عامل ستريس جامد قوي عباره 65 كونسنتريت 35 فورج. يعني مش هتقدر تتجاوز اكتر من كده، بس ده كمان مشروط. مشروط ان انت لازم تضيف بافرز في الراشن، لازم تضيف بافرز بتاع الكاريلايزر على اساس ان انت متاكد ان الكونسنتريت العالي فهيبقى فيها اسيديتي اكتر. ولازم كمان دلوقتي الاتيتيود الجديد اللي بيحطوا حاجه اسمها بروبيوتكس. بروبيوتكس او اللاكتيك اسيد يوتلايزنج بكتيريا معظمها دي بتاخد اللاكتيك اسيد بتعمل استفاده منه اكتر عشان تقلل الاسيديتي. بس انت عشان تجيب انتاج لبن فاخترت ال 65% كونسنتريت، فلازم احط معاها البفر ولازم احط معاها البروبيوتيك او الهيست او الجزئيه دي. طيب نوعيه الفورج اللي هتستخدمها في التغذيه هما حاجتين رئيسيين. في فورج بنسويها في فريش وفي حاجات في ستور. فعلى حسب بقى بالنسبه هنا لمصر الفريش اللي هو الالفا الفا البرسيم او ان انت تستعمل الكورن العادي اللي هو العيدان الدره، دول الوحيدين اللي هم يعتبروا فريش بالنسبه لنا. او الستورد حاجتين، الستورد الكورن سايلج والستورد الهي. الهي اللي هو البرسيم المجفف اللي هو الدريس، والكورن سايلج دي الذره لما بتتزرع عند عمر بقى 100 يوم او توصل للرطوبه بتاعتها 30% بتتقطع بتعمل لها شوبينج او بتعملها على شوبر، بتتقطع وبتتكمر وبتتغطى ببلاستيك بحيث ان يحصل لها انيروبيك فرمنتيشن. الانيروبيك فرمنتيشن ده كفيل انه يعمل لها بريزرفيشن ممكن انت تقضي سنه او سنتين كمان، يبقى في عندك مصدر ثابت في المزرعه من الفورج او اللي هو موجود. بس الستورد فورج الفريش طبعا ما فيش مشاكل منه خالص. الستورد فيه ريسك اسسمنت، يعني اقول لكل واحده ممكن احسب الريسك بتاعها. انت متاكد زي ايه؟ يعني الكورن سايلج ده من اهم عوامل الريسك فاكتور بتاع مثلا ثلاث اربع امراض، منهم يجي على الاول المايكوتوكسين. المايكوتوكسين من الحاجات الرئيسيه اللي هي ممكن تعمل لك مشاكل على البقر من ان انت ما خزنتش كويس او بقى فيه هواء، فبالتالي بقت ميديا اللي ممكن يطلع فيه ليفل من المايكوتوكسين. الجزء الثاني اللي ممكن يحصل اللي هي بنسميها الاستريوزز. الاستريوزز برضه من الحاجات اللي بتيجي من الستورد فيه. اكثرهم خطوره واللي ممكن لا قدر الله يقع على الاوت بريك ده اللي هي البوتيليزم، الكوليستيريا متيلينا. الكوليستيريا متيلينا اثناء الحش ممكن يكون فار جيري ده على الكلب بتاع يتفرم مع المكنه وتخزن، يحصل حكايه دي متيلينا اللي هي بتيجي حتى في البني ادمين اللي هي بتاعت الفسيخ اللي هي بتاعت تلاقي الانيروبيك فرمنتيشن بتنشط الكوليستيريا متيلينا
ده اقل حاجه او اقل او الدريت بتسجل منه 500 بارمان ليتر في امريكا يعني اللي هي فده الريسك بتاعه يعني الفريش طبعا ما فيه بس بتعمل دي غالبا متاكد ان الحاجات دي ما فيهاش ايه الريسك اسسمنت. الراشن فورميليشن سهل جدا بقى النهارده في عندك كذا سوفت وير بقى كتير جدا يعني ممكن تلاقي في جافيش جافيش ده اسرائيلي في الانرسي في سبارتان في كذا بقى سوفت وير موجودين السوفت وير اللي بتعمل حاجه اسمها ليست بوست راشن احنا اتفقنا التغذيه 80% من التكلفه ليست بوست راشن ايه؟ لازم بحدد الاول الحيوان ده عايز دراي ماتر انتاج قد ايه؟ هياكل قد ايه؟ بيجيب انتاج لبن قد ايه؟ فيسيولوجيا مش عايز اعمل له مشاكل فانا حافظ الايه؟ الثلاث حاجات دول فبختار له الريكوايرمنت بتاعته بقول حيوان وزنه حوالي 500 600 كيلو بياكل دراي ماتر عايزه 22 كيلو على دراي ماتر انتاج او 23 كيلو الحيوان ده عايز يجيب 40 كيلو لبن فبتبتدي دي الانبوت داتا بتاعتك الانبوت داتا من الناحيه الثانيه الافيلابل فيد ستاف الاول الحيوان ده هو ايه وعايزين ياكل ايه ايه الافيلابل فيد ستاف البرايس بتاعه وايه الفورج كونسنتريت ريشيو اللي انت هتستخدمه يبقى انا الافيلابل فيد ستاف لازم ذره تبقى مصدر للطاقه هي الاساسي الصويا مصدر للبروتين في حاجات بنسميها يعني ايه سيمي فورج او سيمي كونسنتريت زي الاكساب قزب القطن قزب الكتان دي حاجات مصدر للبروتين وفي نفس الوقت الفايبر فيها بيبقى عالي بالظبط يعني لا هي ما بين الفورج وما بين الكونسنتريت وانت دي بتساعدك في ترتيب التغذيه. طب الكمبيوتر او السوفت وير بيعمل لك اقل تكلفه عشان تجيب لك الايه؟ الانتاج اللي انت عايزه. بدل ما تقعد بقى تتعب نفسك بس مش هو الاساس، الاساس ان انت فاهم فيسيولوجي الحيوان وعايز تعمل فيه ايه؟ بالظبط. ريسك اسسمنت تاني الاكزامينشن بتاع الفيد ستاف اللي انت بتدخلها. يعني بقول لك انا ايه؟ في خامات داخله المزرعه، في خامات داخله المزرعه فلازم اقول لك الايه؟ في الكورن سايلج وفي البريس بتخلي بالك من الحاجات دي عشان ما يحصلهاش ريسك من البوتيليزم او ريسك من المايكرو توكسيك. طب الخامات اللي داخله اللي انت بتشتريها من بره لازم بتتفحص برضه اجينست المايكرو توكسين اللي هو الافلاتوكسين. الافلاتوكسين هو اللي احنا كلنا بنهتم بيه دلوقتي ليك انك تعرف مصر ماشيه على دلوقتي اليوروبيان ريجيليشن في ليفل المايكرو توكسين. لبن اللي انت بتشربه وده مسموح بيه حد ادنى من الافلاتوكسين 50 بي بي تي بارت بير تريليون 50 بارت بير تريليون ده اللبن يتقبل بالحته دي. طب 50 بارت بير تريليون امريكا بتشتغل 500 بس مصر بتشتغل 50. طب 50 دي معناها ايه؟ معناها ان انت لازم الاكل اللي داخل يتفحص قبل ما يخش المزرعه لان ليفل 3 لو الاكل فيه 3 بارت بير تريليون بيديك ال 50 اكتر من 3 خلاص اللبن باظ وترميه. متخيل مثلا بتجيب 200 طن لبن بيترفض ان هو يتعمل منك عشان ليفل المايكرو توكسين فلازم كل الخامات اللي داخله تتفحص على الافلاتوكسين. دي الجزئيه بتاعت التغذيه. الفيد اديتيف عرفت النوعيات اللي بنضيفها اللي هي البروبيوتكس او ان انا بضيف الالكالينايزر او اللي هو البفر وممكن بقى حاجات ثانيه من الفيد اديتيف ضيفها زي الفيتامين وزي المينرال ميكشر دي بنضيفها على الراشن. طب عملت كل ده انت اكلت صح ولا غلط؟ انا قلت لك احنا ايه؟ ان احنا بنختار الفورج وبنختار الكونسنتريت وبنفحص الكونسنتريت وبنكمل راشن على الكمبيوتر فيها فورج وفيها كونسنتريت كل الكلام ده احنا قلناه. طب انت اكلت الحيوان تعرف ازاي ان انت عملته ده بقى بيكسبك ولا ما بيكسبكش؟ ان هي هرجع يعني حتى افتكر السلايد اللي كان قبل ده اللي هو بتاع الاسسمنت. انت مشيت في التغذيه وشفت شفت الفورج شفت الكومبوزيشن السبلاير الاديتيف السكور كل الاوبريشن اللي هي مبنيه على الاستراتيجيات دي كلها من اولها لاخرها. ناقصك الحته الاخيره انت اكلت صح ولا غلط. تقدر تحكم عليها ازاي؟ بعنصر واحد. دايما في عناصر التقييم ما بنحبش نختار اربع خمس عناصر هتلاقي الحكايه سرحت منك ومش قادر ان انت ايه تحكم عليها. دايما عنصر واحد يلم الاوبريشن كلها تقدر ان انت تحكم. العنصر اللي احنا اخترناه احنا بنسميها الاف سي ريشيو الفيد كونفرجن ريشيو. الفيد كونفرجن ريشيو هي كانت قد ايه؟ جابت قد ايه؟ كيلو الماده الجافه بيجيب قد ايه؟ التارجت كام؟ التارجت كيلو جنيه. يعني كيلو الماده الجافه يجيب 2 كيلو لبن.
بالتقييم. جبت 1.5 يبقى انت لسه مش افيشنت. يبقى عمليه البريبريشن اللي انا بنتكلم عليها لا. ارجع بقى ممكن تقول في الفورج او في الكومبوزيشن او في نوعيه الكونسنتريت او في الفورميشن. طالما الاف سي ريشيو دي ما اتحققتش يبقى ده اول كي بي اي او كي بيرفورمانس انديكيتور بيحكم لك على كفاءه التغذيه. الاف سي ريشيو دي هي الحاجه الوحيده اللي بتفيدك. فخلاص انا قلنا بناكل بقره صحيا كويسه. الجزء الثاني اللي انا هخش عليه اللي هو جزء الهيلث مانجمنت ايه؟ هكمل بقى على التغذيه برضو. ده جزء سيلوري اكثر منه اي حاجه سيلوري. طب البراكتس تعرفه ازاي؟ يعني لما بنيجي نطبق ليه برضو انك تعرف ان كان في طريقتين من التغذيه قبل كده في التراديشن ميثود لغايه 96 او 97. بعد سنه 96 كل المزارع نهت على حاجه اسمها تي ام ار. التي ام ار اللي هي توتال ميكس راشن براكتس. ده براكتس بقى التطبيق. احنا اتكلمنا دي سيري السيري والبارك جاله خلاص. بس التطبيق بنطبق ازاي؟ كان الاول بيفصل الفولج لوحدها على جنب والكونسنتريت كنت سمول عارف اللي هو البيلتس او المصنعات دي اللي هي بتتحط. النهارده كل الكومبوننت دي فولج مع كونسنتريت مع كذا بيتخلط كله في راشن واحده بنسميها تي ام ار توتال ميكس راشن. كل الكومبوننت بتبقى عباره عن عريقه مركزه. اذا انت جيت شفت بس ابسط فرق بين طريقتين التغذيه الاولاني بتاكل كونسنتريت فممكن انها يجي لها اسيدوزس ترجع تاكل فورج فتظبط البي اتش بتاعها عن طريق القرايب بالفورج. لكن لما بتخلط كله مع بعضه في ستابيلتي كامله في الرومن بي اتش يعني ما بتعلقش وتقطع. التغذيه القديمه باكل كونسنتريت يقل البي اتش قوي ارجع اكل فورج يرجع يعلى ففي هيزيتيشن او انستابيلتي في الرومن بي اتش. انما لما باكل راشن فيها الفورج وفيها الكونسنتريت وفيها الاليت وكلها متخلطه مع بعض دي بنسميها بتعمل ستابيلتي او دي كان الادفانتج الوحيده من التي ام ار. دي مكنه بقى اللي هي التي ام ار اللي هي المكنه اللي بتعمل التغذيه بتاعت التي ام ار. المكنه دي عباره عن في نوعين منها في حاجات بسيطه وفي حاجات بس اللي عندنا فيها كومبليكيتد شويه. سيلف بروبيل دي مكنه سيلف بروبيل اللي هي بتجهز لوحدها. طبعا انت قلنا بتكون بقى راشن على سوفت وير راشن اتكونت على الكمبيوتر بتتنقل على جهاز الكمبيوتر اللي موجود في المكنه. جهاز الكمبيوتر اللي في المكنه دي متبرمج ان مثلا الخامه الاولانيه موجوده في علم نمره واحد، الخامه الثانيه في اثنين، الخامه الثالثه في ثلاثه. خد بقى واخد تعمود من الدوره 500 كيلو، من الصويا مثلا 300 كيلو، من قطف القطن 200 كيلو، دي متخزنه عليك. الجزء الاولاني ده جزء زي سكاكين بتسحب بتخش تسحب الكميات في هنا ورا المكنه بزياده. فمثلا هتسحب 500 كيلو دولار، سحب ال 500 وطلعوا هنا على البزال، بعد ال 500 كيلو بتروح فصل اوتوماتيك. بعد كده يخش على الخانه الثانيه يسحب السوريا، بعد كده يخش على الخانه الثالثه يسحب بقيه المكونات اللي عليها، يخش على الفورج يقطعها ويسحبها، كلها تتخلط مع بعضها تبتدي تتوزع اوتوماتيك على المحظايا. ده مفهوم التي ام ار او المكنه بتاعت اللي هي الايه؟ التوتال ميكس راشن فيه. دي لوحدها عملت اليفيشن في البرودكتيفيتي 20% انكريز على الحيوانات. يعني كان متوسط البقره على 305 يوم حوالي 8 طن او 7 طن. لما عملنا بس بالتي ام ار بقت حوالي من 9.5 طن على الموسم. بس التي ام ار مش في حاجه ثانيه. ان انت نقلت من تراديشنال فيدنج او سيلر فيدنج لتي ام ار فيدنج كانت الايه؟ الجزئيه دي هي اللي موجوده. رجع الهيلث الاول ليه ما تاخدش الاختبار ده؟ الطريقه دي ما بقولك ده بس جديد مش ان هي كونسيبت جديد حصل في طريقه التغذيه. انما احنا في سنه 97 وحتى تلاقي معظم مصانع الاعلاف اللي في مصر وبلاد في مصانع منها قايمه على العلف اللي هو المصبعات اللي كانت بتتعمل ده وكانت البرودكتيفيتي اقل من كده بكتير. بقولك نقطه ان انت تعمل استابيليتي للرومن بي اتش. جزء الهيلث من اهم الايه؟ الحاجات. بس الهيلث الاوبجيكتيف هنا هيختلف بقى بالنسبه لنا. يعني انت راجل مثلا ايه؟ نفترض معاك اديك مثال زي الدكاتره البشري. الدكتور البشري الصغير اللي هو لسه مثلا فاتح عياده او شغال في الوحده بتاعته ده ليه اهتمامات ثانيه. بس هو اهتمامه ايه؟ يشخص الحاله اللي بتطلع له صح او يعالجها صح.
طب انا اتكلمت طلعت ليفل تاني على مستوى مثلا محافظه القاهره، فوكيل الوزاره في محافظه القاهره يهمه مجموعه اكثر، يعني معظم الامراض اللي اتسجلت في محافظه القاهره كانت قد ايه؟ او امنعها ازاي؟ يعني انا مش هيهمني بقى خفوا او ما خفوش، لا مثلا محافظه القاهره فيها المرض الفلاني اكثر، فعايزين نهتم مثلا بميه الشرب، عايزين نهتم بالاكل، عايزين نهتم بكذا. لا طلعت سبت كل دول وخدت المحافظات كلها، جيت انا كوزير صحه بقى اهتمامي على البلد كلها مش بطريقه الراجل ده خف او ما خفش او دي الحاله دي كانت ايه. عشان تاخد القرار من فوق لو انت كوزير صحه تعرف ده صح، فلازم يكون الراجل الاولاني خالص ده شخص صح. لان ممكن يعني ايه يوديك، احنا عندنا دايما حتى بنسميها ايه في الانتاج الحيواني، مثلا تيجي تتكلم على بعض طالع تعبان او حاجه، برايمري ريسبيراتوري وسكندري ريسبيراتوري دي من اشهر الامثله اللي احنا ايه بنعمل. اي بعض طالع تعبان بتلاقيها بتنقل، فاسهل حاجه بتمسك السماعه وترص هنا لا عباره عن نمونيا وديها كذا، مع ان لو هي عندها مستيتس هتلاقي برضه في انكريز للريسبيراتوري ريت، لو فيها مترايتس لو فيها لامينايتس لو فيها كل ده بيديك سكندري ريسبيراتوري مانيفستيشن. ممكن انت بقى تاخد كل البريفنتيف ميجر كراجل بتدير المكان من فوق، ان انا عندي مشكله نمونيا ومشكله ريسبيراتوري، وتجيب فاكسينز للريسبيراتوري وتجيب الحاجات كلها ريسبيراتوري، وهو راجل الاولاني شخص غلط. فهي الاساس ان انا اشخص صح، ثم اعمل ريكورد، ثم اعمل بوك كيبنج، ثم اعمل اسسمنت واقيم الحته دي ازاي، وبعد كده اخد بريفنتيف ميجرز. بس كل واحد ليه دوره. فالدكتور اللي بيشتغل معانا في دينا من الاساس، وانا احنا في دينا ما بنجيبش، ما عندناش اكسبيرت خالص، يعني كلهم بيجوا بيجي جرادويتد حديث التخرج السنه اللي احنا بنتكلم فيها، بيتدرب فتره من 3 لـ6 شهور، بعد كده بيبتدي يكمل معانا، لان الاكسبيرت اللي ليه بريفيس اكسبيرينس ما بتعرفش تعدلها معاه خالص. فالاهتمام في الاساس بالبريفنتيف بريفنتيف ميجرز، بتتكلم على السكيل الكبير بتاع 20,000 راس، انت ما بيهمكش قوي البقره دي اتعدت صح او ما اتعدتش صح، لا يهمك ايه اتشخصت صح وكفاءه التريتمنت ماشي، بس كله بريفنتيف ميجرز اكتر، لان انت عارف عندنا ايه البوينت 0.01 بتفرق. يعني انا بقول لك ريت الماستيتس عندنا في دينا 1%، اوكي بقى 1.1%، لا الرقم ده معناه ان العدد زاد ما لا يقل عن 200-300 بقره، في تكلفه هناك كذا في كذا في كذا، في لبن هيتعمل له ديسكارد بعد كده، كل دي هتلاقي تكلفتها كتير. فانا اللارج سكيل دايما غير الايه؟ السمول سكيل. بس عشان ترجح اللارج سكيل لازم تهتم بالحاله الاولانيه. فانا لما اتكلم عن الهيلث يهمك في البريورتي بتاعت الهيلث بنسميها الايه؟ الانفكشوس ديزيز. الانفكشوس ديزيز الامراض الوبائيه دي بتاخد بريورتي في التفكير، يعني على ان انت مش تعالج بقى. احنا قلنا بقى هنقول بقى استراتيجي الهيلث هنا عندنا في دينا او في مكان في لارج سكيل، بريفنشن ايرلي ديتكشن افكتيف تريتمنت، يعني دول لو انت يعني بعمل استراتيجيه بامنع الامراض، لو لا قدر الله في مرض اكتشفه بدري، لو لا قدر الله اكتشفته بدري يبقى عنده كويس، انما مش لو انا جيت من الافكتيف تريتمنت يبقى المزرعه دي كلها باظت. فلازم كل الميجرز اللي بتتاخد تتاخد بريفنتيف ميجرز. فاول حاجه ريسك قوي، انتوا فاكرين يعني اكيد سمعت على الاوت بريك بتاع الفوتر ماوس ديزيز بتاع 2012، يعني لو انت المرض ده ما بيتمنعش الفاكسين او كذا، متخيل حجم ممكن يقفلها في مزرعتك، يقفلها من حجم الاستبعاد، من حجم الماستيتس، من حجم الكرو افكشن اللي هي بتحصل، المرض ده ممكن يقفل مزرعه كامله. انا بقاوم الامراض المعديه. الأمراض المعدية أول حاجة أنا قلنا هرجع لقولك الانفكشوس ديزيز، وبعد كده هتكلم عن نوعية تانية من الأمراض. الانفكشوس ديزيز اللي يهمك فيهم إيه الاستراتيجية اللي بتطبقها؟ كلام مساعد لا سلس ولا لا؟ في عندنا ريفرنس وأنت بتيجي تعمل كنترول للأمراض الوبائية أربعة استراتيجيات مالهمش خالص. ستامبنج أوت، المرض ده مش هيبقى موجود خالص في المزرعة. الاستراتيجيه الثانيه بيسموها موديفايد ستاندنج اوت، هحصن واشيل التاير، وبرضه المرض مش موجود بس بحصن. ستاندنج اوت ما بحصنش، يعني اي كارير موجود من المرض ده او اشتباه فيه بيمشي.
زي مثلا تسمع على الحمى الكلوعيه في انجلترا. الحمى الكلوعيه في انجلترا لما جت الفوت ماوث ديزيز بيروح الكارتن المزرعه عامل كارنتين ومولع فيها ما بيحصنش، بس بيعتبر عشان اخد اقول ان انا كانتري فري. الكانتري فري من الاف ام دي بتديني بوسيبيليتي ان انا اصدر، ان انا زي مثلا امريكا، امريكا بيجي من امريكا دي وامريكا ما بتاخدش مننا ليه؟ اشتراطاتهم ان انا عايز كانتري فري من الاف ام دي، ما انا ما عنديش اشتراط فانا عمري ما اصدر. دي ابسط حاجه خالص، فانا هحيا الفرن كويس. بس انا مش عارف اعمل ده، لو كل واحده هتيجي تقول من الاف ام دي هنعمل الجزئيه دي يبقى خلاص. فاحنا ارتضينا باستراتيجيه في مصر للفاكسينيشن. الحاجه الثانيه زي ما بقول ايه؟ اتكلم عن الستامب الجو بنطبقها في مصر في مرض الجو اللي هو تيجي تبين ان انت بتيجي كل ست شهور بتختبر بالسنجل انترادينمر الالرجيك تيست بتختبر انت ما بتحصلش مفيش تحصيل على التيوبركلوزز بس بتيجي تعمل الالرجيك تيست اي رياكتور او اي سسبكتات سسبكتات تعرف طبعا بتقيس الجلد من 3 ل 6 سسبكت اكثر من 6 مللي بيبقى ايه؟ بيبقى بوستيف. طيب اي كيس بتشتبه فيها خلاص بتتفتح وتكشف عليها. عايز تدخلها كونفرماتور يدخلها كونفرماتور. كونفرميشن بالالايزا بعد كده. انما الاول يبقى انت بتقول القطيع ده فري 100% ما بحصلش. فمطبق في مصر حتى مش دينا بس، لا مطبق ستاندنج اوت ستراتش. اجي بقى موديفايد ستاندنج اوت ستراتش. ايه موديفايد ستاندنج اوت ستراتش؟ انا بحصل بتحصيل يكشف الكارير عن الانفكتد. يعني ايه يكشف الكارير عن الانفكتد؟ التحصين ده زي مثلا اقوى مثال ليه البروسيلا. البروسيلا احنا بنعمل في مصر الموديفايد ستاندنج اوت. في نوعين من التحصين الموجودين. كان في لغايه 1990 كله بيستعمل سترين 19. سترين 19 من البروسيلا ابوكس فاكسين كنت بتعمله عنده عمر من 3 ل 8 اشهر. العلم 3 ل 8 اشهر بس كانت الاجلوتينين او الانتي بودي اللي موجوده بتاعته الاي جي جي بتبقى بريزيست لو عملته فوق 18. يعني تفضل بوزيتيف طول عمرها فكانت بتبقى ما كنتش تقدر تميز، انما لو اتعقدت من 3 ل 8 يحصل لها ديكلاين تعرف تميز بعد كده. من 91 92 ظهر اللي هو الار بي 51. الار بي 51 ده فاكسين للبورسيلا بس ما بيعملش انتي بودي خالص. فانت بتقدر تميز. انا بحصل العلاج كلها من 4 ل 8 شهور بالار بي 51 وتختبر القطيع كل 6 شهور مثلا باختبار اللي هو السيرولوجيكال للروز بنجال. روز بنجال اي كارير يطلع يمشي خلاص بقى بوزيتيف، يعني انا محصل واختبرت. انا حصلت بار بي 51 وبختبر بالروز بنجال والكارير بيمشوا فانا مشيت كده كده مشيت خلاص. فانا عامل ستاندنج اوت بس مش كومبليت لان محصل فسموها موديفايد ستاندنج اوت. يبقى الفي بي ما بحصلش بس ستاندنج اوت. البروسيلا دي من الحاجات الثانيه اللي عملناها لها موديفايد ستاندنج اوت. في امراض بقى لا اعرف اعمل دي ولا اعرف اعمل دي زي ما قلت لك في الفوت اند ماوث ديزيز. الفوت اند ماوث ديزيز انت بتعمل فاكسينيشن وخلاص ولا بتقيس كتر ولا بتعرف مين انفكتد من مين محصن ولا الكلام ده كله. الفوت اند ماوث ريفت فاجي فيفر لونج سكيل ديزيز الاي ار الريسبيراتورس اتسيتر فايروس البي اي 3 بار انفلونزا البوفاين مايرو الدارية كل دي امراض بنحصنها واخدين الفاكسينيشن بس كاستراتش. يعني مش بقول لك انا حتى ممكن انا اقول انا فارم فري انا هجيب فري بس انما انا ما بقولكش انا حتى باخد الفاكسينيشن ما اقدرش اقول فارم فري. انا فارم فري من التوبركلوزز فارم فري من البروسيلا بحصن ضد الامراض دي. عشان اكون فارم فري لازم اكون ما بحصنش اصلا ما بحصنش خالص والكارير بتشيلهم وانا اختبر الاقي كل صوره الدم ما فيش اي انتي بودي موجود. اخر بقى استراتيجي بقى انت لو وصلت لها يبقى الدنيا خربت خلاص. يعني انا لو عالج يبقى انا ما عرفتش اعمل ولا واحده من دول. يعني في الانفكشنز ديزيز عامه طب اف ام دي وجي اف ام دي انا عنده عارف ماشي لا اغسل بقى البق والكلام والحاجات دي كلها وادي انتي بايوتيك والكلام بس خلاص ايه نمتع كايكونومي مش تكلفه العلاج والانتاج بتاع البقر راح والكلام ده كله. فبتعامل قطيع كبير يبقى دي استراتيجيه في الهيتس عامه دي بتاعت الانفكشس ديزيز اللي هي واخده البريورتي. انا ابتديت معاك اول ده التغذيه واخده 80% من التكلفه. ف
فخدت الجزء الكبير واحنا بنتكلم. طب الحاله الصحيه ما تقلش عنها، وجوه الحاله الصحيه الورقيات في امراض تانية في مشاكل، بس ما بتاخدش صفه الايه؟ الانفكشنس او صفه الوبائيه، فبتبتدي تبقى اقل منها بشويه. دي الامراض بقى الخفيفه اللي هي بقى بنسميها ايه؟ انا اللي مش واخده صفه الوبائيه فبهتم بيها ازاي؟ زي ما اديتك اربع مثال على البرايمري والسكندري ريسبيراتوري. البرايمري والسكندري ريسبيراتوري دول الاول بتهتم بالتشخيص الكلام، لان ممكن بقى يكون عندها ماستايتس، ميتايتس، لامينايتس، كل الكلام ده، ويبقى سكندري ريسبيراتوري كومبنسيشن الريسبيراتوري ريت. فانت تيجي تشخص البره دي فيها نمونيا وهي مش نمونيا، وانا المفروض عندي اوتريك ماستايتس او عندي مشكله لامينايتس او عندي مشكله كذا، فلازم بتعلم الدكتور اللي هو بيبقى موجود او يبقى تبتديها انت راجل بتعرف تعمل اكيوريت دايجنوز. يبقى الاكيوريسي في الدايجنوز والاكيوريت دايجنوز دي من كذا حاجه. اكيوريت دايجنوز طبعا فيها جزء الخبره، فيها جزء طريقه الكشف اللي بتعمله ازاي، التولز اللي موجوده، اللابوراتوري فاسيلتيز اللي بتبقى موجوده في المكان، كل الحاجات دي بتخليك تقول انا التشخيص ده هو العامل، عشان ما اروحش في حته تبقى ثانيه خالص واخد بريفنتيف ميجرز ليس لها علاقه بالمشكله الرئيسيه. يبقى اكل الدايجنوزز تمام، عملت تشخيص كويس ومش مسجل بياناتي، انا بتكلم على واي مكان، مش شرط انت دكتور في مزرعه او دكتور في اي حته في شركه دواجن في شركه ادويه، لازم الاكل الداتا بتاعتك هي اللي تحكم. انا ما اعرفش انت كل حاجه بقت النهارده لازم تبقى ديجيتال او لازم تبقى كالكوليتد عشان تعرف تحكم بالظبط. يعني كلمه حلو ووحش وفاتح وغامق وكده الكلام ده ما بقاش ايه؟ لا ما ينفعش، فلازم كل حاجه تبقى ميجرابل. يعني حتى الالوان بتتقاس، يعني الناس دي بتتكلم على الايلايزا، انا بشوف حجم التفاعل ده الاوبتيك دينستي بتاعته قد ايه، لازم ادخله جوه ريدر عشان يقول الاوبتيك دينستي كام. فاتحه غامقه حلوه وحشه الكلام ده يعني ايه؟ مش هتيجي. فانا لو اقول اكل الدايجنوزز الاول لازم الكلام ده يتسجل. واتيفر بقى كان شكل الريبورتنج اللي انتم مختارينه ازاي. بسجل يومي، بسجل اسبوعي، بعمل بس عشان اعرف الحدث ده عندي مهم ولا مش مهم، لازم الفريكونسي بتاعه. يعني هو متكرر ومتكرر بقد ايه والريتم بتاعه قد ايه؟ عشان انا قلت لك مثلا عندي حالات نمونيا، عندي حالات ماستايتس، طب كام حاله بتيجي في عمر ايه؟ مده الاصابه امتى؟ كورس اوف تريتمنت بياخد قد ايه؟ الاستاديوم تريت بياخد قد ايه؟ الانتي بيوتيك اللي انا بستعمله حتى لو سجلته وبشوف شكل الكيور ريت بتاعه قد ايه؟ كل الداتا دي بتقدر تجيب منها فيدباك ثاني وتقدر ان انت تاخد قرار كويس. فانا لو شخصت وما سجلتش يبقى خلاص، يبقى مش هعرف اخد ايه؟ قرارات بعد كده. الافيشنت تريتمنت دي اخر حاجه احنا بنهتم بيها. يعني انت مثلا بره ممكن لما تطلع اللي بيهمك ايه؟ اللي بيهمك الحاله دي ايه؟ بتتعالج بايه؟ لا انا غيرها خالص، طريقه التفكير دي تتعالج بايه؟ او الدواء ده بيجيب مع دي ولا بديها كذا ولا اخر حاجه خالص بتقراها في اي كتاب خد اسم بس الاثنين انت دلوقتي بتوع الكلام ده كله. مش هي دي اللي احنا بنعتمد عليها. بريفنتيف بيشنز بعد ما تعمل دول كلهم لازم ترجع بالبريفنتيف بيشنز. على سبيل المثال لقيت الماستايتس هو المشكله الرئيسيه، وانا هقول لك روح عالج الماستايتس. لا، الماستايتس مثلا في نوعين عندي من الماستايتس بسميه الانفيرومنتال والانفيكشنز. الانفيرومنتال اللي هي البقره بتاخده من الارض للقدر. يعني البقره حلبت، دخلت النهر حلبت، قعدت خدت الايه؟ الجروب بتاعها انفيرومنتال بكتيريا زي الايكولاي، زي اي ستاف ما عدا الاوريوس، اي ستريبت ما عدا الاجالاكتيا، كل دول انفيرومنتال بكتيريا خدتهم وهي قاعدة. أو انفكشس بوز اللي هي من بقرة لبقرة جوه المحلب. عشان تكون كومبليت بروسس. فهي خرجت من المحلب راحت وقفت كانت على الأرض النظيفة بعد كده، في كل ده الانسيدنس دي أنت بتحاول تقلل إنها يجي لها في الانفيرومنتال مسبايس. طب الانفكشس لا، أحاول أكتشف الحالات وأعزلهم لوحدهم لو في حالات انفكشس. أعمل بريد قبل ما تحلب أطهرها وأكشف عليها عشان لو مصابة ما أخدش منها وعدي بقرة تانية. كل دي حاجات او بروسيدرز لازم تعملها عشان تمنع المرض. انما علاج الماستايتس اي محل انت دلوقتي بخلص، ما فيهاش صعب. ما فيهاش بقى متأثرة سيستميك،
خلاص البيانس مسايل جريت 1 2 3 هي متأثره سيستميك ولا مش متأثره ولا كمان يعني ايه لا او مش رائع. فممكن ادي انتيبيوتيك بارينترال بالانجكشن او انتيبيوتيك لوكال في اللقطه الحرارات او ممكن خلاص. فالعلاج ما فيهوش فرق ان انا الفرق كله انت هتتعامل مع المشكله دي ازاي بعد تشخيصها. يبقى الاول تشخيصها ثم الريكورد بتاعها ثم الافيشنت تريتمنت في الاخر خالص. ده الجزء الثاني. ايه اهم مشاكل الديبي كحاله بقى صحيه؟ بالفريكونسي بتاعهم هم اهم. يعني دول مثلا ايه؟ ليه بعمل عمليه جراحيه هناك اوريك مثلا عمليه تربيزه عمليه سيزيريان عمليات كذا الريكورنس بتاعي بعمل 10 عمليات في السنه بس بيجيني 300 400 باراماستايتس في السنه. تهتم بمين فيهم؟ دايما احنا كده كانترست بدات عمليه ايه الحقيقي اللي اتفرج كذا 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 الحته دي هي المهمه مع ان البقره دي لو اتباعت مش هتفهم. عندي 200 باراماستايتس لو اتعالجوا هم اللي هيجيبوا الفلوس. مع ان دي علاجها سهل ودي بقى عمليه وانترست والكلام ده كله بتوفر. الفريكونسي اللي بيخلوك تدي البريورتي. هي الحاله دي فريكونت قد ايه؟ فانا اخد البريورتي ايه واعمل البريفنشن بتاعها ازاي؟ انت كان مكسب وخساره زي ما بقول لك الارقام هي اللي بتتكلم. الرقم اللي بقول لك الحاله دي فريكونت بتكلفك كذا اعمل بريفنتف ميجرز كذا. فده طريقه التفكير اللي هي الانتشن. ده باختصار عن تعرف برضه الفاكسينز اللي في مصر اللي احنا برضه بنستعملها كجزء الايدز. احنا قلنا الاول ان استراتيجيات المنع دي الافيلابل فاكسين. في حاجات بسميها الاوبليجاتوري. الاوبليجاتوري خلاص ده مصر اندميك في الامراض دي، الامراض دي مستوطنه في مصر. فالامراض دي لازم يتعمل لها فاكسينيشن بروجرام زي الاف ام دي. الاف ام دي برضه تبقوا عارفين هما في ثلاثه سترين في مصر. لغايه 2006 كان سترين واحد اللي هو تايب او. 2006 دخل تايب اي 22. 2012 دخل السترين. فبقى الفاكسين النهارده تراي فيلنت فاكسين في تايب او وفي ساتو وفي تايب اي. يبقى ده الفاكسين بيتعمل ريكومندد بتاعه مرتين في السنه بس انت احتياطي ممكن توصل ان انت تعمله ثلاث مرات في السنه. هو كلمه فاكسين ما فيش منه اي مشاكل. لام سكين ديزيز طبعا كل شويه تسمعوا ان مصر فيها اوت بريك من لام سكين ديزيز. ده كل سنه كل طارت عن شكل الجو اللي انتوا عايشينه الايام دي والهوت ويزر مع الهيوميديتي كل مجموعه الاسترابول بورن ديزيز هتسمع عنها انها بتتكرر اوت بريك. هتسمع عن الفيمر فيفر او الثري داي فيفر دي بتتنقل برضه بالمسكيتوس. باللام سكين ديزيز نفس الحكايه كل الامراض دي ريفت فالي لا قدر الله ان شاء الله ما تسمعش عنها. انما كل الاسترابول بورن ديزيز من الحاجات اللي هي الايام دي موجوده والطارت. عرفت ان دي لونج سكين ديزيز الريفت فالي تسكن في مصر وتسكن ده من الحاجات الزونوتك البايخه فيها اسوان موت كذا يعني عدد كبير وبيعمل عمى من الامراض اللي هي البروسيلا اللي هو الار دي 51. في ستيريد 19 لسه بيتصنع بس احنا بنستعمل ار دي 51 تو ديفرنشيت بين الانفكتد وبين اللي هو الفاكسين. بقى دول امراض اوبليجاتوري. يعني يسعى 77 سنة 77 في مصر في أسوان نظام. لكن دلوقتي مش موجود. طب إذا إحنا ليه بنحصروا بقى للحيوانات مش عشان زونوتك. ما في حاجة دي زونوتك بس ممكن يجي للحيوانات بيجي التسميم بيعمل هيباتيتس بس ويعمل بس ويعمل أبورشن في البحر كبير. يعني هو مش شوية سبريت مثلا زي ال في ال دي ولا طالما مصر اندمج عارف اندمج يعني ايه؟ يعني مثلا ما عنديش اف ام دي بس عندي اف ام دي انا لو ما حصلتش لا قدر الله كبير بيجي اندمج. انما اقول فريق فريق خلاص انت بتسافر انجلترا تسافر امريكا هو بيحصل ولا يعرف حاجه عن اف ام دي ولا اف ام دي فاكسين ولا الكلام ده. هنا في مصر لا المرض موجود اللي بيمنعه ان انت بتعمل الفاكسينيشن كاستراتيجي. مش معنى كده ان انا لو سبت مرتين ثلاثه لا ممكن تلاقي كارثه انها تحصل في الجزئيه دي. دول اوبليجاتوري فاكسين. طب في حاجات اوبشنال. اوبشنال انت ممكن تزودها بقى يعني دي بتاعتك انت على حسب ما انت شايف القطيع بتعمل ايه. الاوبشنال اللي هي مجموعه الريسبيراتوري والريسبيراتوري دول من الحاجات اللي هي ايه؟ بتدي فيرست بريورتي على انها ريسبيراتوري بس ممكن تاثر عليك في حاجات تاني زي الجنتل وزي الابورشن وزي الحاجات دي كلها ممكن انها تبقى مشكله.
زي ما ايه خدت الماستر هسيبك من الاسم التجاري اللي هو المتكلم على الاي ار اللي هو الانفكشنز بروفايل رينوكارديتس وتاني تو فورمز فورمال بتيجي الاسبيراتوري او فورمال جينيتال اللي هي بتيجي تعمل ابورشن اللي هو الكارديوكارديتس البروفايل فايرال دايريا وده بقى ممكن يجي لك سايتوباسيت ولا سايتوباسيت سترين او ممكن يجي الليكوزال فورم او ممكن يجي بنسميه تايب 1 وتايب 2 دي كذا حاجه السنسيتيا ما بيجيش في مصر خالص بس موجود مع الفاكسينات دي بارا انفلونزا كوفاكسين ده فاكسين من ممكن تلاقيه يعني روبل كوليستيريا ده برضه اوبشنال ان انت تجيبه او ما تجيبوش الروتافاك ده بقى عباره عن ايه؟ ده فاكسين بتاخده الامهات قبل ما تولد مش ليها لولادها يعني احنا نتكلم في جزء العقول بعد شويه من اهم مشاكل العقول الكاف سكاور والكاف نمونيا بس الكاف سكاور الروتا والكورونا والايكولاي طب انا اعملهم ازاي بمنعهم بالسرسوب عايز سرسوب يبقى فيه اميونوجلوبولين عاليه للروتا والكورونا والايكولاي فبحصن الام وهي عمر سبع شهور حمل بالفاكسين ده عشان لما تولد يبقى عندك الكولوستروم او السرسوب عالي في الاميونوجلوبولينز اللي هي ولازم اسقيه طبعا في الطايم بتاعه عشان ابقى اقول ان انا منعت الموضوع بتاع الانسان يبقى دي اوبشنال فاكسين جزء تاني اهم مع كل ده عشان اوصل للتشخيص الصح ان انت بتهتم بالجزء المعملي عين وعينك والكلام ده كل ده ممكن نغلط بعد كده بقى يقول عليها مستايتس بيقول عليها كذا لا دي كذا لا دي كذا لازم يبقى انت برضه تو فاسيليتيت او يبقى عندك لابوراتوري فاسيلتيز تبقى موجوده في المكان او ان انت تحاول تزود في الجزئيه دي توريتش ايه؟ اكيوريت دايجنوستس انا قلت لك الاول الدكتور الصغير خالص اللي في مصر ده هو اهم واحد اللي وزير الصحه بياخد عليه القرار بتاعه يعني ده لو ما كانش بيشخص صح او ما عندوش من الفاسيلتي انه ياخد يوصل لاكيوريت دايجنوستس بالتالي القرار فوق هيبقى غلط مليون في الميه لان الاولاني خد غلط بس فلازم نهتم بالايه؟ الجزئيه دي بس التحسين ده عشان تيجي تعمل او كان عندنا دينا اسهل مره تعمله كنترول البروسيلا بمجرد ان انت ما تدخلش حيوانات على الحيوانات بتاعتك دي اول حاجه بقى كنترول يعني او ما بخلطش غنم مع بعض ودي من الاساسيات وانت بتعمل المزرعه ان انت بتحدد نوع واحد من الحيوانات بتربيه ربيت نوعين لا بقت ريسك قوي ريسك المريض انت تتفطرها ريسك البروسيلا من تنسس كل دي بقت ريسك تاني حاجه لازم اخد استراتيجيتي التحسين والكالين قلنا اللي هي الموديفايد ستاندنج اوت ما حصل في عندي نوعين من التحسين النوع الاولاني اللي هو ستريت 19 الاثنين بروزيلا ابوكس ستريت 19 او ار 51 الاثنين ابوكس ستريت 19 ده سموث انتجين والتاني رفع انتجين سموث انتجين في حاجه اسمها الهيبي تشين هايبوبولي ساكرايد بتقدر تديك اي جي جي عالي قوي عايش جيدي لو اتاخدت بعد 8 شهور من العمر هيفضل طول عمره بوست كونفكشن. الرفع انجن ما فيهوش الا ريفكشن ما بيقولش سكرايت. فالجسم ما بيعملش انتي بودي، انت محتاج نوع المناعه اللي عايزه في البروسيلا ايه؟ اليوم انا بسيلو ديت محتاج هو انتر سيلولا. فانت محتاج سيلو ديت اميونتي هي اللي تبقى موجوده معاك. فاليوم اميونتي اوف نو فاليو. هي بس عشان تفرق لك ايه الفاكسين ده او انفكتد او مش انفكتد. او الليسترين اللي جه ده في هيفتشين ولا ما فيهوش هيفتشين. فار 51 ميزته ان انت رفع انجن ما فيش انتي بودي معاك في الدم بيديني مناعه قد تصل لغايه دلوقتي الابحاث على خمس سنين من ار 51. طب ار 51 بيديني المناعه دي. الميزه الوحيده ان انا لو جالي استرين بقى انفكتد استرين من البروسيلا وانت بتختبر عرفت مين الكارير على طول ما بقاش عندي ميز دايجنوزز. يعني في ستريت 19 مش عارف افرق مين فاكسينيتد ومين انفكتد. لو حصلتها كبيره الاثنين بوستف هي بوستف من الفاكسين ولا بوستف من الانفكشن فبقت الدنيا بايظه هنا. لكن ار 51 ما بيعملش انتي بودي خالص.
اروح اصلا واخد المناعه بتاعته وبرده ده رفع انتجن. لو بقت بوزيتيف يبقى جالها انفكشن. فدي ميزه البروسيلا الارب 51. لازم احصنها صغيره؟ حصلها صغيره وارب 51 بتاعك ادفانتج تاني انت مش واخد بالك منها. ان حتى تستعمل كبير، تستعمل عشار، تستعمل عشار يعني بيجمنت، تستعمل بقر كبير، عجلات عشار، كل ده فريم ما فيش انتي بوتي. انا بستعمله في اي عمر كمان، ممكن بعمل القطيع كل سنتين، اعمل القطيع كل سنتين براحتي. ولا نقطع عشان تجيب. سبرين 19 فوق الثمان شهور بقى خطوره. ما تقدرش، طب افرض القطيع ده عامل فيه ايه؟ عايز ارفع مناعته، كان حصل فيه فاكسينيشن فيلر في السنين 19 ورا تحت الجنب، هيبقى كله بوظ في الطريق. لو هتعرف تجيب الاول ولا هتعرف تعمل اي حاجه في القطيع كله باظ، ارمي في السكواد بيديك الادفانتج دي كتير. انا حصل له صغيرين وخلاص. حصل له صغيرين وهو عامل في الثاني حصل وهو خلاص. طب امال لو جيت بقى جبت الملتنسز هتلاقي الريف 1 نفس مشكله السنين 19 وعاليه. ده بيعمل شيدنج بحاجه اوحش اسمها ريف 1 لايف ستريم ويعمل ري انفكشن تاني. فاستراتيجيتنا في البروسيلا ار 51 مع ريف وبيدي كروس اميونيت على المتنسس كمان. يعني على الاثنين دول فدول الاول قلنا الفاكسينز في مجموعه اوبشنال وفي مجموعه اوبليجاتوري. فدي جزء من الفاكسين لازم تتمر اللابوراتوري فاسيلتيز اللي هي تبقى موجوده. هي طبعا مش شرط في مزرعه، انا مزرعتنا فيها معمل وفيها كذا وفيها الكلام ده كله، بس انت مش متاح ليك ليه في مليون مكان. ممكن ان انت تبقى الدايجنوزز تعرف توصله معهد صحه الحيوان في تركيا، معهد مصر للقاح، معهد تناسليات الهرم، كل المعاهد دي ممكن السامبلز اللي انت عايزها على بتاكد الدايجنوزز بتاعك بتاخدها وتبعتها. فدي من الحاجات اللي لازم برضو في طريقه التفكير تبقى ان انت مهتم. عشان يبقى قطيع انا هتكلم بقى هنخلص بس المنتج دول ناخد بريك نص ساعه بعد الهيتس، يعني انت هتزود هيتس وبعد كده هناخد بريك نص ساعه. من الحاجات اللي بتخلي القطيع بتاعك بوتنت وصغير وهيلسي حاجه في المانجمنت مع الهيتس بنسميها الكارينج. الكارينج سياسه الاحلال والاستبدال. انا بخرج دي من القطيع وبدخل دي. خلاص؟ فكرني اللي هو الاستبعاد. استبعاد ده ببساطه ايه؟ انا سنويا ببيع 25% من القطيع وبدخل 25% في الهيتس. عشان القطيع يفضل صغير ويبقى هيتس. لو انت جيت قلت لي عايز تبيع مين وعايز تخلي مين؟ الكارنج ده نوعين من الكارنج. اللي بيقسموه ازاي؟ بيقول لك مين اللي خد القرار؟ انت اللي خدت القرار ولا الحيوان اللي خد القرار؟ فبيسميه فولنتري وان فولنتري. إذا الحيوان خد قرار إنه يمشي يعني جالها تعب ووقعت وماتت فاسمها إيه؟ انفولنتري كار. هي جت غصب عنك ومشيت وخلاص. فولنتري كار البقرة دي إنتاجها قليل، البقرة دي إنتاجها مش كويس، أنا عايز أمشيها وأنا اللي واخد قرار استبعادها فاسمه الفولنتري كار. يبقى ده جزء. تارجت بالنسبة لنا إن إحنا نبيع معظمه فولنتري كار. انت وانت بتعمل سياسه الاحلام بالاستقبال دي لازم يبقى معظم الكارنج بتاعك فولنتري. انا كجزء بقى انا قلت لك اهم مشاكلي لازم من السيرفي او من الداتا او من البوك كيبنج اللي انت عامله عرفت اهم مشاكلك. طلع المصلايتس هي المشكله الاولانيه بس انا افترض عليك. فالكارنج ده ممكن اخده وسيله ان انا اتخلص من المشكله دي كمان. فين البار كول مصلايتس؟ فين البار ديد مصلايتس؟ فين ده؟ دول يوم ميوريتي ان انا ابيعهم واتخلص منهم وادخل مكانهم حيوانات جديده. يعني ده جزء فيه كمان من ان انا بخلي القطيع بوتنت والقطيع هيلث. بس لو انت عندك كله بيموت غصب عنك او بيتباع غصب عنك مش هتقدر تعمل حاجه غلط. ان هو رقم 25% انت محدد ايه؟ 25 يا ريت اعملهم بمزاج. بس في حاجات مشيت ايه جالها جرح جالها مش عارف ايه اتخبطت اتكسرت ماتت كل ده بيطلع غصب عنك. في الاخر لو هم دول 25 مش هتعرف تعمل حاجه مزاج. لكن لو انا قدمت مشاكلي فانا بقدر احسن بالكارنج او بالاستبعاد في اني اشيل الحيوانات الكارير او الكرونيك بروبلمز ودايما تدخل حيوانات ايه احسن منهم في الجزئيه.
نكتفي الدول مثلا كده لان اللي جايه بعد كده البرودكشن وال انا كده ناخد نص ساعه استكمالا برضو موضوع الديري مانجمنت سيستم او الديري مانجمنت بروجرام برضو في عجاله سريعه احنا الاول قلنا البرنسبل اللي هي ازاي تدير او ايه البرنسبل اللي هي هنتعامل بيها مع بعض ببساطه خالص عشان يبقى عندنا مصداقيه اللي اتضح بعد الجملتين اللي قلناها بتوع التغذيه او بتوع الهيلث مانجمنت سيستم اللي كانت الحاجات الاساسيه اللي قلناها في الاول اللي هي نوعيه الاجنده واللي هي بي هير ناو الكلام ده كله كان افكتيف وكان لازم يتعمل لان مفيش مجال فانك هتتكلم في الحاجات دي ديتيل وزاوية ما يبقى فيه البرنسبل الاولانيه. الخطوات الثانيه لما قلنا علينا الاستراتيجيز او اللي هي طريقه ان انا اعمل الاو جي اس ام او الاوبجيكتيف والاستراتيجي والجولز والفيجنز هي دي طريقه انت شفتها انت طبقتها شخصيه وطبقها على الهيلز على الانستغرام هطبقها على الهيلز هطبقها على البرودكشن هطبقها على اليانج ستوك هطبقها على اللبن دي استراتيجي ماشيه عامه على كل الانشطه يعني مش شرط حتى زي ما قلنا على نشاط الانتاج الحيواني لوحده لا على اي نشاط تاني بتفكر ان انت تشتغل فيه. بعد كده قلنا ازاي البقره تجيب لبن ده كان سلايد بسيط خالص قلنا انها لازم تبقى بريجنانت وتولد وبعد ما تولد تتلقح بعد كده تتجفف وبالتالي اهميه الريبرودكتيف مانجمنت سيستم هو استمراريتك يعني انا ما عنديش بقره تولد ما عنديش لبن زي ما قلنا التغذيه مهمه والحاله الصحيه مهمه لا الريبرودكشن بيسموه از ذا درايفر اوف ذا ديري فارم ده المين درايفر او هو ده اللي بياخدك الاساسي لان انت يبقى عندك افكتيف ديري فارم، افكتيف ديري فارم يعني ريبرودكشن. ريبرودكشن على مستوى البقره هو اللي هنطبقه على مستوى قطيع كبير، يعني انا قلت بقره لازم تولد ولاده طبيعيه فانا عندي تارجت كل الولادات معظمها او 95% يبقى ولادات طبيعيه وتدخل بقى السيستم بنسبه 5% او يبقى هم الديت كابنج في حدود 5%. اعدي مشاكل البيوبيريوم بكل سهوله زي ما جينا اتكلمنا في التغذيه على فتره الترانزيشن مانجمنت سيستم. الترانزيشن لو طبقتها صح في التغذيه هتتجنب كل المشاكل انها ممكن تحصل وتؤدي الى انها تاثر بقى على الريبرودكشن يعني ممكن تموت في فتره الفريش. فريش يعني اول فتره بعد الولاده. اللي هو زي ما قلنا مثلا السب كلينيكال هايبوكالسيميا او الهايبوكالسيميا الميلك فيفر. الميلك فيفر دي لو ما منعتهاش قبل ما تولد امنعها ازاي؟ هقول لكم برضه دي احنا هنتطرق ليها بالتفاصيل. يبقى البقره هي جايه هايبوكالسيميا، هايبوكالسيميا ببساطه خالص الكالسيوم بيأثر على كل العضلات اللي في الجسم، سكيلتال ماسل او سموث ماسل. بس عشان اوصل لليفل ان السكيلتال ماسل تتأثر وترقد، الليفل الطبيعي من 8 ل 10 مللي جرام على الكيسي لتر. لو وصلت ل 2 مللي جرام على الكيسي لتر البقره هترقد. لو وصلت 4 و5 و6 هي هترقد ولا هي هتبقى نورمال. بس السموث ماسل فايبر اللي موجوده في الجي اي تي واللي موجوده في الجينيتال تراكت مش هتبقى افكتيف او مش هتبقى هولدر فازاي هيحصل ستاسس في الحتتين دول؟ ستاسس يعني الجي اي تي مش هيتحرك طبيعي يبتدي يحصل ستاسس فيه في اليود اكيوميليشن جاز فرمنتيشن يبتدي يتحرك لك على بيزل يمين وشمال يحصل لك الليفت ورايت او بيزل ديسبيسمنت ده نتيجه ايه؟ الهايبوكالسيميا هايبوكالسيميا يعني مفيش حركة عضلات يعني الفلويد بقى اكيوميليتد يعني بقى يحصل فرمنتيشن وبقى فيها زاد بدا يبقى سهل ان يتحرك يمين او شمال. طبعا عشان يتراكت اليوترس ده المفروض يبقى فيه يوتراين كونتراكتيليتي او يحصل النورمال يوتراين انفوليوشن. نورمال يوتراين انفوليوشن بنورمال كالسيوم ليفل ما حصلش بقى اليوترس ستاجنت بقى الفلويد اللي هي اللخيه اللي موجوده فيه بقت اكيوميليتد هيحصل انفكشن يبقى عندي نترايتس وانتومترايتس ويبقى عندي الكلام ده كله. لو انا منعت السب كلينيكال هايبوكالسيميا فانا بمنع الليفت ورايت او النزل ديسبيسمنت بمنع النترايتس والسب والسبوس سيبتك نترايتس اللي هو البوست بارتون سيبتك نترايتس الرقي بالبريفنتيف ميجرز اللي بنعملها ببساطه. عديت الفتره دي بدون نترايتس وبدون انتومترايتس وبدون مشاكل النيجاتيف انرجي بالانس متوقع ان البقره دي هتاخد البيوبيريوم طبيعي. فترة البيوبيريا بتعدي طبيعي، الرحم هيضغط بسهولة، الحاجات دي هتمشي بسهولة. معلش
فعديت فترة الفريش أو فترة الترانزيشن طبيعي، متوقع إن الستين يوم اللي قلنا عليهم الفولانتري ريت اللي بينه وبين تخيل بقى الوريد الطبيعي عمل بيوبيريوم مفيش مشاكل، ما جالهاش مشاكل ليفت ورايت أو ليزر ديسبليسمنت أو مشاكل اللي هي بنسميها الفريش كاوز، يبقى أنا البقرة دي هتخش ريدي لأنها هيتعمل لها انسيميليشن، هتعدي فترة الفولانتري ريت اللي بينه بتاعها بدون مشاكل، فهتشيع. اول شيء المفروض يجي لها بعد 20 يوم، بعد كده بعد 40 يوم ببتدي ارجع على 60. لو انا عندي مشاكل كتيره قوي في فتره البري فريش او الفريش او فتره الترانزيشن، متوقع ان البيوبيريوم مش هيمشي طبيعي، متوقع انها يحصل لها ديلي، ممكن يحصل لها نوع من انواع الادهيجن، الادهيجن يوتراين ادهيجن زي نوع من انواع البرتونايتس وتبقى لوكال برتونايتس ومقطع الشرج، ممكن يحصل مشاكل في الاوفرز، ممكن يحصل مشاكل في اليوترس ويبقى في كرونيك اندومترايتس، كل الحاجات دي متوقعه امنعها احسن عشان اخد جيل كتير. خلاص عديت الفتره دي ببتدي اول حاجه انا بقول هو الدرايفر الرئيسي بتاعي الريبرودكشن، يعني لازم البقر يولد، طالما لازم يولد يبقى لازم يبقى بريجنانت، طالما لازم يبقى بريجنانت يبقى لازم القاحه، طالما لازم القاحه يبقى لازم اخد فيه الديتكشن. الهيت ديتكشن هي نمره واحد في محطة الانتاج النووي، او هي انت عايز effective reproductive management system يبقى عندي heat detection efficient. heat detection ازاي؟ بقرة طبيعي خالص ان هي بتيجي سايكل كل 21 يوم او من 17 ل 25 ده النورمال رينج بتاع السايكل بتاعها. الهاي بروديوسر كل ما بتعرف انتاج النبل كل ما الاسترس باتن بتقل في البوتنسي كاعراض وفي التايم كانها تبقى يعني لو هي بتديني الاسترس باتن 8 ساعات في الهاي بروديوسر ممكن يبقى 4 ساعات في الهاي قوي يبقوا ساعتين. يعني ما تعرفش تعمل الهيت ديتكشن او هتبين الاعراض دي في ساعتين او 3 ساعات كل ما انتاجها عالي. لو هي الاعراض ظاهره قوي وريسترس وبتنط وبينط عليها والكلام ده كله البقره الثانيه لا عرض او عرضين بحاجه بسيطه خالص. فلازم طالما هاي بروديوسر يبقى الهيت ديتكشن ده تديله اهميه كتير قوي. انا مش هتكلم على دينا دينا، انا بتكلم في انسبكتورز، في هيت انسبكتورز ده عامل مخصوص بياخد شياع البقره بيسجل البقره دي مديه دلوقتي هيت. خلاص احنا بنلقع بنظام الاي ام بي ام طيب بقره بتشيع الصبح تلقع اخر النهار، بتشيع اخر النهار تلقع تاني يوم الصبح، بس في واحد قاعد بياخد الشياع. في ناس زودت عن كده، في ناس ركبت كاميرات بيركب كاميرا بحيث انه يسجل، في اكتر سيستم اللي هو بيركب فيدوميتر، فيدوميتر على رجل البقره ده بيحسب الكينيتيك انرجي بتاعتها بيحولها الى انرجي الكتريك بحيث ان انا زي باركود اخد حجم الانرجي اللي اتحركتها او عدد الستبس اللي مشيتها، وكل ما كان زياده كل ما كان باتر ان انا اقول البقره دي الهيت، لانه بيحسبها على نورمال افريج بتاعها ولما تعمل انفيشن قوي يبقى الهيت. دي حاجات في ناس ركبت حاجه بنسميها الكمار او الستيك او التشوك، ان انا باجي على ظهر البقره وبيروح اوقف حتى بالتباشير من الاول وبيروح لازق على ظهرها، فلو اتنط عليها من بقره ثانيه هيتمسح التباشير ده واعرف انها شايعه. الكمار ده بيغير لونه برضه حاجه بتتلزق على ظهر البقره. كل ما تزود في دي هتاخد الجيل كتير. انا دلوقتي ايه عندي 10 بقرات المفروض يشيعوا، شفتهم من 10 شائعين فممكن يبقى منهم 5 بريجننت بعد كده، بس انا شفت 5 بس ما متوقع 5 على 10 هيجي بعد كده. فكل ما باخد من هنا كتير قوي يبقى ده الكير الرئيسي بتاعي، يبقى انا عايز حاجه اكتر نسبه شياع. فبسموها ايه في العرف بتاعنا؟ بنسميها الهيت افشنسي. الهيت افشنسي المفروض يشيع كام بقره وانت جبت اكشوال منهم كام؟ مين اللي المفروض يشيعه في اي محطه؟ البقر اللي عدى الفرانتيوتي كبير ده المفروض يشيع. البقر نص البقر الملقع، ما هو الملقع نصه ممكن يعشر ونصه ممكن يعيد لو انا بعمل اثنين سيرفيس بالكونسيشن، وكل البقر الاوبن في المزرعه. يبقى دول في خلال 21 يوم لازم يشيعوا، يبقى ده بنسميه الاليجابل المفترض شياعه. اكشوال جبت كام؟ تبقى ايه؟ دي الهيت افشنسي، يبقى الاكشوال على الاليجابل دي بنسميها الهيت افشنسي كفاءه مشاهده الشياع. قلنا مفيش سنس ما بيننا وما بين بعض، يبقى الرقم كام؟ الرقم 85%. يبقى انا عايز هيت افشنسي ما يقلش عن 85%، عشان اقول انا باخد الحته دي صح ولا غلط. يبقى مش اه في عندك كام بقره شايعه النهارده او كام بقره الهيت، واحد يقول لك 5 واحد يقول لك 10، هم حلوين ولا وحشين؟ ما ينفعش. يبقى انا بقول هيت افشنسي كام في الميه من النسبه اللي انا بحددها. دكتور حضرتك قلت ان هي فتره الشياع في الهايبر بيوصل لساعتين. توصل لساعتين بقره بتجيب 40 و50 كيلو.
ايوه ماشي، لازم تسيبها انسبكتور او تجيب ده، كل ما بيزود في الديتكشن كل ما بيحاول يجيب الافراد دي. تمام، يعني هنا بتقعد ساعتين محدش شافها دلوقتي، ازاي تقعد تلاقي حد بالله عشان تلقى؟ لا دي بقى حاجه ثانيه مرتبطه بعمليه الاوفيليشن والتايم اوف انسيميليشن والكباستيشن، ودي كباستيشن بتاعت السبير دي ده بروجرام ثاني عشان توصل لميعاد التبويض بالظبط او الفرتلايزيشن، يبقى ده البروبر تايم بتاع الفرتلايزيشن. ان هي مش شاعت هتعمل تبويض من الستاندنج هيت 12 ساعه يحصل التبويض. الستاندنج هي ممكن تبقى واقفه تنط عليها وتجري، لكن بنسميها الستاندنج هيت اللي هي اكسبت اذر انيمال تو بي ماونتد، يبقى من هنا 12 ساعه تكون متلقاه. فمن ال 12 ساعه دي بعديها بقول لك بسيب واروح ملقى، يبقى ده التبويض مع السبيرم، يبقى ده البروبر تايم اللي انت اخترته. يعني ده المفروض اللي هو الاي ام دي ان بروبر. طب لو هي شفاف نص اليوم مثلا من عصر كده خلاص بقى، ما لا يدرك لا يدرك، مش هنقعد نعمل تايم واربعه خمسه تايم وقت واحد، هم اثنين فيكس تايم. هقول لك بقى الناس بتمشي ازاي بعد كده، لان هي دخل حته السنكرونايزيشن بروجرام بقت اكتر. يعني انت بتتحكم فيها كلها بان انت بتدخل برامج سنكرونايزيشن بالهرمونات، مفيش حته ايه دلوقتي. يعني في امريكا دلوقتي ماشي كله سنكرونايزيشن بروجرام. خلاص ما بقاش في حاجه اسمها ديتكتور ولا هيت ديتكشن ولا الكلام ده. بس ده حاجه لازم تبقى عارفها، ده اللي ببلاش. هكلفك البارا 100 جنيه سنكرونايزيشن بروجرام عشان خاطر كذا، وممكن برضه ما تجيش. ده بلاش، واللي ما بيجيش نعمل له سنكرونايزيشن بروجرام، هناخد برنامج ايه؟ وسط بين الاثنين. احنا معتمدين على الارتفيشال انسيميليشن. الارتفيشال انسيميليشن للبنفيت اللي قاعدين كلكم بقى ايه؟ عارفينها، وان كان اكتر بنفيت النهارده انت بتختار على ايه؟ ازاي بختار السيمين؟ او ازاي بختار بعمل سلكشن للسير اللي انا هشتريه؟ انهي بقره حلوه وانهي بقره وحشه؟ انا عشان اعدل صفاته الرئيسيه فلازم ابقى عارف ايه الصفات الكويسه. صفات البقرة كويسة بالشكل بقى حلوة ووحشة، ثلاث حاجات: صفات مرتبطة بالإنتاج، صفات مرتبطة بكيفية حليبها، صفات مرتبطة بتعيش قد إيه، اللايف سبان بتاعتها قد إيه. طب أنا لو جيت اتكلمت عن إنتاج بقيمة وراثية، أمها وأبوها بيجيبوا قد إيه لبن؟ يعني أمها إنتاجها قد إيه؟ المسجل ليها قد كده، وأبوها بناته كان قد إيه كذا، فأنا عارف القيمة الوراثية بتاعة دول إن هما قيمة وراثية عالية في إنتاج اللبن. صفات مرتبطه بالحليب اللي هي بقى شكل الضرع. يباركوز شكل الضرع انا بسهل عمليه الحليب، وبسهل ان الضرع ده يعيش معايا. فيجي عندي بقول ايه؟ الادر ديبس. الادر ديبس الضرع ده مشدود على البطن قد ايه؟ كل ما كان لوز وبيجري في الارض وبيتعور بتبقى وحشه، كل ما كان مشدود على البطن كل ما كان بيبقى احسن. الادر ديبس، الادر اتاتشمنت بيقيسوا السسبنسوري ليجمنت ده ماسك ازاي؟ الادر التيت، التيت عليها ثلاث حاجات: التيت بريسمنت والتيت دايركشن والتيت لينز. ثلاث حاجات: التيت بريسمنت يبقوا فيرتيكال على الارض، ما يبقاش عندي تيت فايليتد على جناب، يجي الواد يحلق ما يبقاش عارف يعمل البقره دي ازاي، يبقى دي التيت بريسمنت. التيت دايركشن يبقوا تورد على كده، التيت لينز اللي هي طويله ولا هي قصيره، دي صفات مرتبطه بشكل الدرج. صفات الحاله الجسميه: سعه الشيست، سعه البطن، الرجل، زوايا الرجل، كل دي بتديني ايه؟ بقره رجليها مظبوطه، الزاويه اللي قدام بيقول 45 اللي ورا 55، ان هي لا هي متنيه ولا هي مفروضه ستريت، بتبقى وسط في الاثنين. كل دي حاجات الشيست كل ما يبقى واسع يبقى ريسبيراتوري اكتر، يبقى ميتابوليزم احسن، دي صفات بتخلي البقره تعيش كتير. فانا بشتري سيمن او اب في هتقرا بقى الصفات دي كلها وانت بتعمل السار سلكشن. التيب بريزمنت، التيب دايركشن، كام 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 كام، بتشتري السير يحسن الصفات دي كلها. نضيف عليهم كمان لو هي بنت بتولد اول مره عجلة بقى، فبيسموها زي البنات دي بيعملها ايه؟ بيديها كاف صغير فبيسموها كاف ايز، يعني تولد عجلة يا دوبك ايه 35 كيلو كده فتولده بسهوله، فبيسموها كاف ايز. بقت من العناصر اللي هي كمان في السيمن سلكشن وانت بتعمل. انا عملت بيت، اخترت الكواليتي بتاعت السيمن كويس، اخترت البروجرام بتاع الاي ام بي ام اللي انا اعمله كده، وصلت للدرجه دي. هاجي بقى بعد كده ان انا البريجنسي دايجنوزز. البريجنسي دايجنوزز بيبقى عندي حاجتين: انا بستعمل اللي هو الريكتال اكزامينيشن بعد 45 يوم. في احسن النهارده ان انت ممكن تستعمل ايه؟ البريجنسي تشيك بالبروجسترون اساي، بس البروجسترون نيجاتيف بتاعه ان البارامتر ممكن يسهلك انها بوستيف، لان بيبقى فيه ريزيستنس اس ان موجود. في النهارده اليزا، اختبارات اليزا سريعه، فيلد اليزا براكتس، ده بيشتغل على انتجين موجود في الفيتال ممبرين.
فالاكيورسي بتاعته 100% بيبقى اكيوريت ان انت بتقول البريجنسي هنا 100% صحيح. دي بتساعدنا مش بتساعدني في البوزيتيف يعني في البقر والعشار، لا بتساعدني في النيجاتيف عشان ادخله سنكرونيزيشن بروجرام بدري ما يقعدش فتره كتير قوي على ما اني اعمل الحته دي. الجينيتك بوتنشال قول يا باشا والالترا ساوند عليه كلام، ممكن يفيد ممكن ما يفيدش، بس الاحسن الريلايزر الاحسن الجينيتك بوتنشال ولا لسه رابط 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 مش محتاج ما إلايزا بلوكينج إلايزا مش محتاج ان انت تدخل فريضه يعني العينه بتاعتك يا ابيض يا اصفر فاهم الصفرة بوزيتيف والبيضه نيجاتيف الإلايزا في كذا معين في كذا انواع وتطلعك منهم البلوكينج إلايزا البلوكينج إلايزا ده ما فيش تايتر فيه خالص يعني البوزيتيف باقل تايتر هتديك الاجابه هتديك النور اللي هو الفيكس يعني انت مش محتاج تدخل بريدر عشان تقيس فاريانت اوبتيك دينستي يا بوزيتيف يا نيجاتيف بس ده غير بتتكلم في حوالي 20 مليون للراس اه الالايزا حوالي بس التست ده انت بتشتري 96 مع بعض وعلى الاقل شغاله ثاني باربع اطباق الجينيتك ده بقى اللي كل العالم بيتكلم عليه النهارده بيتكلم عليه ازاي انا لسه حاضرين ورك شوب بتاع جامعه ويسكونسن ماديسون بتعمل مع مزرعه اسمها ميسي في امريكا كل العالم النهارده الجينيتك مابنج بتاع البقر بقى معي يعني انت بالدي ان ايه والسيكونس بتاعه بقيت عارف تقدر تقول البقره دي من يوم ما تتولد وهي لسه مولوده النهارده دي هتجيب برودكشن بعد كده وانا عيد ربي 24 شهر واولد واستنى ما تجيب انتاج اللبن لا خلاص من جوايه صغيره انا بعرف دي استبعدها ولا تكمل ولا ما تكملش ولو هو ذكر يبقى ده من بدري هيبقى طلوقه واعرف اكسب منه بعد كده ولا ما اكسبش ما بقاش الصاير اللي هو البروفين صاير لازم تجربه في 500 بنت و1000 بنت عشان تاخد الداتا بتاعته لا النهارده الجينيتك تقدر تقول ان ده صاير من يوم ما يتولد وهيتربى على انه يبقى صاير فالنهارده كله بيتحرك فيه اخر حاجه الداتا معلش برضه اخر جمله هتلاقيها بنقولها في كل حته زي ما قلنا في الترزيع قلنا الفيد كونفرجن ريشيو زي ما قلنا في الهيلز لازم يبقى عندك الاكل الداتا عشان تقدر ان انت ترجع بالفيدباك بتاعها زي ما بنقول هنا لازم الداتا مانجمنت بتاعتك تبقى عامله ازاي تبقى عارف ريت افشنسي كونسبشن ريت عندك بقى ارقام كتيره قوي تقيم بيها البرودكشن الهيت افشنسي اول حاجه طب الكونسبشن ريت عدد البار البريجننت على عدد البار المطلقه طيب السيرفيس بير كونسبشن البار المطلقه خد كام اللي مسك او البريجننت خد كام تربيحه كل دي ايتمز اوف اسسمنت ممكن ان انت تحكم بيها على البرودكشن على كلمة التربية الريبرودكشن مش جين بس الريبرودكشن اتزان بين حاجتين جين ونص عمال اقول لك ننطق ونجيب سيمن ونعمل انسيميليشن ونعمل الكلام ده كله ممكن يكون عندك جزء ابورشن او لوسز فانا عشان اخد احسن كفاءة تناسلية من قطيع ازود البريجنسيز فيه واقلل اللوسز فيه يعني يبقى انت عملت بقى في الناحيتين دايما كل اللي بيشتغل بياخد ايه؟ بريجنسي بس والوسز بيهملها شويه. دكتور معلش هو يا باشا نورمال عموما عشان نحكم على البقره لان هي بتاخد كونتر ديتا عشان تثبت. اه اصل بص الهيت ستريس في الهاي برودكشن دايما ما فيش ايه؟ يعني اقول لك هتكلم على بقره بلدي ممكن تطيعها نص دينا فيها برودكشن ولا فيها اي حاجه ولا هرمونال امبالانس ولا الهاي برودكشن مع ال دي اتش عالي يبقى ال دي اتش عالي يبقى معاها فيدباك معاها مع بقيه البروجستيرول والاستروجين كل مع ال اتش فبالتالي يعمل لك حتى انت فاكرها اللي هي بتاعت الايه السيستم اوفرز السيستم اوفرز اساسها ال دي اتش عالي يقل مع ال اتش يبقى انا ما عنديش ممكن سيستم فوليكل كميته اكتر شويه فوليكل سيكا سيست كميته اكتر سيستم سي ال طب البار البلدي فيها الكلام ده لا البار الهاي برودوسر هي اللي ممكن تلاقي الحكايه دي فتفوت منك كذا مره طب الهيت ستريس اللي بيأثر على دي زيه زي الثانيه طب طريقه التربيه زيها زي الثانيه طب انا عامل هنا تربيته مروح وهنا مش عامل وما تقدرش تقول فيكس الرقم غير على تقول تحت الظروف دي بعمل كذا يعني مثلا في المزرعه دي المزرعه دي 3 ونص 3 ونص سيرفيس على البرودكشن بقى على على كل السيتويشن اللي انت بتسمعها طب دي حاجات بتزود عند الريبرودكشن ودي الحاجات اللي انت بتسال عليها زي ما بقول لك دي بره بره مش دي بتاعت البروسس انت سالت السؤال فبقول لك ايه انت ظروفك مين في دول عايز تعلي الريبرودكشن اهتم تمام الترانزيشن قلناها
بالفريش كاو بالتغذيه بالهيت اوبزرفيشن السيرفرايزيشن بروجرام جينيتك مانجمنت سيستم سكسد سيمن ده بالحاجات اللي كل الناس برضه بتستعملها النهارده. سكسد سيمن ان انا بلقح بسائل منوي بيجيب في مين؟ 70% انا عليا التجربه 73% في مين بتيجي من السكسد سيمن بس بستعمله في الهيفر عشان الكونسبشن بيبقى ايه؟ عالي فيها شويه فبتقدر تجيب منها يبقى الجيم بتاعك بجيب 70% في مين ما هم اللي بربيهم عشان يجيبوا نبت. انا مش فتح لها تسليم يعني فدي من الحاجات اللي ايه اللي بتستعمل. طب الحاجات اللي تعمل للريبرودكشن دي ميزه الهاي ريبرودكشن ليفل بس انت ايه يعني زي ما قلت عرفت الفيدباك بتاع ايه الانفايرمنت اللي انت بتربي فيها النيجاتيف انرجي بالانس الهرمون البيست هيت الامبريونيك لوسز الهيت ستريس الليمنس الليمنس ده من الحاجات اللي ما تخليكش تعرف تشوف البقره فيك هي بتقع فهي لا هتبين هيت باترن ولا بتاع ممكن تلاقي الهيت وبتعمل لك مس اندرستاند او مس دايجنوسز الجزئيه دي. عرفنا الاول نجيب الجيم ازاي من الهيت مفتاحه الهيت اوبزرفيشن الفتره اللي حضرتك اللي هي فريش كاو تكون مرتفعه 60 يوم. لو نزلنا مثلا لحد 40 يوم 40 يوم اقول لك الديس ادفانتج بتاعها انا بتفضل ان العباره تكون شاهد مره او مرتين قبل كده. في تجربه عاملينها مش الحكايه 40 ولا 50 ولا 60 الحكايه لما يبقى عندك اتزان نورمالي في نيجاتيف انرجي بالانس بتحصل. يعني البقره بتولد وزنها 600 كيلو، قلت لك بتكسر الهيباتيك جلايكوجين وبعدين تكسر الايه؟ الفاتي الاديبوس، الاديبوس تيشو، فوزنها هيقل، وزنها ده لما بيقل بينزل لغايه 40 يوم 50 يوم 60 يوم، وقت ما يحصل الايكوليبريم ويبتدي الوزن يرجع تاني هي دي الفتره اللي انت تلقح عندها. ففي يقول لك اعمل البقر بيظبط على 60 بقت هي ال 60 البولاند اللي بيظبط على 50 على 40 40 لو لقحتها 80 وهي لسه بتخس مش كويس مش 40 بقى فمش الحكايه 40 ولا 50 ولا 60 لا وقت الايكوليبريم بتاع الفولانتري ويت الجنيرال هو ده التايم اللي انت بتختار فيه الحته دي. ده الجنرال ازود ازاي الجينيتك الجزء ده بقى خاص باللوسز اللوسز عشان نشخصها احنا تبقى دفتر الفرويدين او بتستفيد بيها اتكلمنا برضه الفرويد النيوتريشن هيلث ريبرودكشن الريبرودكشن خدت منه جزئيه الجين بعد كده باخد جزئيه اللوسز اهتم بيها ازاي عشان اهتم بيها ازاي لازم اشخصها اسهل طريقه ان انت تشخص لوسز ادي الستيج بتاعت البريجنسي ادي الايرلي من اول الاوفليجيشن والايرلي امبريونيك والليت امبريونيك النص الاولاني من الحمل النص الثاني من الحمل ساعه الولاده كل مرض بيعمل نص بيبقى مخصوص بحته معينه من دول او ممكن تلاقيه في كذا حته هتقول بروسيلا او البروسيلا هتيجي هنا في السابع الاي بي ار ممكن يتكرر هنا وهنا وهنا تعال نشوفهم بقى اختارهم دول الاي بي ار والبي في دي الاي بي ار والبي في دي يعملوا لك الميت بريفر ويعملوا لك يعني البريونيك ديس البي في دي يجي يعمل في النص الاولاني من الحبل الاي بي ار زي البروسيلا يعمل الفالفو فاجيناتس ويعمل ابورشن في هنا موفايل هيربس 4 لسه عليه كلام لغايه دلوقتي انه ممكن يعمل كونجنتال لوس في اخر فتره الحمل. ماستايتس في فتره الريبيت بريدنج وفي الايرلي امبريونيك ستيج ممكن يعمل لوسز انما ما تقوليش بقره عندها ماستايتس وجت في النص الثانيه الحمل وعملت ابورشن مش هيعمل تاثير. فالماستايتس لو هيأثر في اللوسز يأثر في الفتره دي بس. ترايكومونس في النص الاولاني كان بيجيب اكتر ليبتو سبايرال بس من الحاجات اللي مش مدروسه في مصر للدرجه. فانجر والبروسيلا 5 و7 شهور بس هما اللي يعملوه. دول بقى مشكله مشاكل مصر واللي محدش عمل عليهم حاجات كتير قوي. بلو تانك والنيوسبورا كان هيجمع. النيوسبورا دي بتيجي للكلاب وليها فيرتيكال وترانسليشن فيرتيكال وهوريزونتال ترانسليشن الاثنين ممكن يحصلوا وصعب قوي ان انت بتعمل لها ايرتيكيشن حتى الفاكسين مش افيشن. بس لازم تشخصها ولازم تبتدي تاخد عليها الكنترول. بلو تانج فيروس ده مرض بتاع الشيك بس لما بيجي في البقر ما بتشوفوش وبتشوف حاله واحده كلينيك في وسط ال 20,000 راس بس يعمل ريبرودكتيف ولوسز اكتر منه وما تبقاش شايف عليها اعراض البلو تانج الكلينيك. دول كلهم مع بعض لو انت عايز تشخص تعالى بقى اشوف الابورشن عندي مشكله ابورشن في انهي فتره بيتعمل السيرفي قالوا لك في فتره 5 ل7 شهور تيجي 5 ل7 شهور هتروح جايب الاسباب دي بس في الفتره دي ما هم دول بس في الفتره دي ده هي كده بس عشان تقرب من
الاكل الدايجنوزز اللي احنا بنقول عملت جين كتير وقللت النوسز بتاعتك يبقى انت خدت ريبرودكتيف جول كويس قوي. يبقى انا قلت اكلت بقره صحيه كويسه تناسليا انت حصلت على الكفاءه التناسليه. عشان اعمل ايه؟ ولقحتها كمان وانت ما تنسوش بقى ده اللي هو السكس سيزون يعني ده كمان من الحاجات اللي ايه اللي الناس بتستعفيها. عشان احصل على لبن نبتدي بقى نحصل على لبن نشوف الاول هنحلب البقر بتاعنا ازاي. الميلك والميلك بار خلاص احنا خلصنا من اهم ايه؟ جزئيتين. هم اسدنا كمان اخر اتنين في الاوبريشن اللي هو الميلك والميلكينج وبعد كده على الجنب سبار. يبقى كده خدت فكره كامله عن الديري فارمر ايه بتدار ازاي. طب البقر عشان ندخله المحلب ادخل مين الاول ومين بعديها ومين بعديها ومين بعديها ولا بندخل بقر يحلب كده وخلاص ويطلع؟ لا لازم لكل مزرعه الميكرو اوردر ده مش قران يعني انت على حسب مشاكلك اللي في المزرعه ممكن تستعمله كتول انك تحل مشاكلك كمان. يعني ازاي؟ عندي مشكله انفكشس ماسلايتس في المحطه زي ستاف وزي ستريب فانا مش عايز ادخل بقره مصابه الاول تحلب عشان ما تعديش بيت القطيع كله. فادخل البقر السليم اللي هو الموسم الاول اللي لسه اول مره يولد والكلام ده وادخل دول اخر حاجه خالص. لو انا مشكلتي دي لو انا مشكلتي عرق يبقى الحظاير القريبه قوي للمحلب هي اللي فيها البقر التعبان هو اللي هيحلب لوحده الاول عشان ما ياخدش فتره مشي كتير. لو انا مشكلتي ماستايتس يبقى ابعد حط تضيف الاول وخلي اوحش بقر الايسوماتيك سيل كاونت بتاعه في الاخر. مشكلتي ريبرودكشن هجمع المجموعه اللي هي فيها مشاكل الريبرودكشن وبعدين لهم معلومه معينه. بس في الاساس بنحلب الفريش كاو الاول اللي هم دول بيبقى اللبن بتاعهم بحاول افصله جزء منهم يبقى كولوستروم عشان الكاف وميكس ميلك برضه كله بيروح الكاف ودول ليهم تغذيه معينه. بعد كده الفيرست لاكتيشن هاي بروديوسر ولو بروديوسر دول في الروبوت لوحدها الكولومي كويس. الكولومي كويس لان الهاي بروديوسر بياكل اكل غالي اللو بروديوسر بياكل اكل منخفض. مش معقوله بقره تكون بتجيب 10 15 كيلو اكلها اكل ب 100 جنيه البقره الثانيه هي اللي بتاكله ما يحصلش ايه اختلاف ما بينهم. بل العكس ممكن تدخن اكتر ويبقى انت كانك بترمي الفلوس ايه في الارض. فده الهاي بروديوسر واللو بروديوسر. اخر حاجه الهاي سوماتيك واللي فيهم نسبه التهابات موجوده ثم الانتي بايوتيك عشان ده بنعمله لو بقره واخده مضاد حيوي كل اللبن ده بيترمي بره التانك ما يخشش على التانك خالص. دي طريقه الجروبنج بتعملها ازاي فريش فيرستكتيشن هاي لو والبقر التريتي. شوف الميجرز اللي بنعملها عشان نجيب لبن بقى نضيف. يعني ايه لبن نضيف؟ لازم نحط الجول ده لبن نضيف ككواليتي. اكلنا وجبنا اللبن والبقر صحيا كويس والبقر تناسليا كويس بيجيب لبن عايزين لبن نضيف جود كواليتي. جود كواليتي يبقى عندي السوماتيك سيل كاونت والتوتال بكتيريا كاونت والانجريدينت. السوماتيك سيل كاونت دي ايه؟ ببساطه خالص هي انعكاس للانفلاماتوري رياكشن جوه الاردن وهي اللايف ديزيز بتاعت الاردن. لو هي عاليه يبقى انا معظم البقر ده في سب كلينيكال ماستايتس او اللي هو معرض للنظر يبقى في سب كلينيكال ماستايتس او في التهابات. لو هي منخفضه يبقى القطيع ده هيلسي الاذر هيلث بتاعه او الاذر اميونيتي بتاعته كويسه. البنش مارك ايه؟ البنش مارك بره 250,000 احنا في مصر 400,000 بس فوق ال 400,000 يبقى القطيع ده هاي سوماتيك سيمبتوم. اقل من كده في بره بيوصل 5 مليون وفي اكثر من كده بس ده اللي انت لازم توصله. في ناس بتتكلم 100,000 انا بتكلم احنا هنا 200,000 وعلى ليفل دينا بتكلم 200,000 200,000 ده سوماتيك سيمبتوم. البقره الهاي سوماتيك سيمبتوم دي بعمل فيها ايه؟ هي اما انها تكون بقره داخله في التهاب يعني فيها سب كلينيكال ماستايتس فلازم اعزلها لوحدها. لو هي انفيرومنتال ماستايتس يبقى هي لو يوطى تاني. لو هي انفكشس انفكشس يعني ايه؟ يعني ريبيت هاي سوماتيك سيل هتفضل طول عمرها ريبيت هاي سوماتيك سيل كاونت ودي لازم تستبعد ان قد تكون ستاف اوريس او قد تكون ستاف اجريكتيف عشان تقلل دي. المهم ده لازم تاخد على الاقل مره شهري كل قطيع تعمل له سوماتيك سيل عشان تعزل المجموعه العاليه لوحدها وتتعامل معاها عشان تجيب لبن الكواليتي بتاعته كويس. التوتال بكتيريا بتاعهم ده بتاع ايه؟ ده بتاع نظافه الشغل. البقره المفروض اول ما بتخش تحلب يبتدي يفحصها يعمل لها ستريبنج يشوف اللبن ويطهرها
للمطهر ينشفها بيبر تاول، بعد كده يركب المكنه، بعد كده خلصت حليب يديها المطهر التاني وتطلع. الملك ده بيمشي في البلك لاين لغايه اما يروح لتانك صغير اسمه ريسيفر تانك، وبعد كده يروح على التانك الكبير. اي فوليوشن في الحته دي من اول بقى الحلبات لغايه لما انت لو مش افيشنت ديسانفكتنت لغايه اللاين اللي مشيت فيه لغايه الريسيفر تانك، فده مش خاص بالبقر. البقر ممكن تكون بتنزل جد ميكروبات او حاجه، بس ده خاص بالايه؟ ببقيه التولز والحاجه اللي مشيت فيها البقره كلها. الانجريدينت ده اكلك يعني، البروتين عالي، الدهن عالي، الحاجات دي كلها طريقه التغذيه اللي انت بتاكلها. احنا في مصر بنتعرف بس على حاجه واحده اللي هو الفاتس. انما انت لو عايز تتكلم على يعني بس كام على امريكا ولا على اوروبا بيعاملك على الثلاث حاجات دول، وبقول ليه؟ ببونص يعني. يعني مثلا السوماتيك سيل كاونت بتاعك كام؟ ببونص. التوتال بكتيريا كاونت ببونص. الانجريدينت ببونص، فبيشجعك. انما هنا انت ابو كمان دينا، فما بالك اللي بيتباع بعيد عن دينا يعني. يعني انت تدخل بقى واحد يحلب بقره بايديه ولا بتاع ولا كلام ده، الحاجات دي يعني ايه؟ ما بناخدهاش مقاس خالص. عشان ترفع الكواليتي بتاعت اللبن اهتم بالحاجات دي. خلاص؟ تدرب الناس اللي موجوده. لازم يبقى عندك داتا اناليسيس لحتى الانجريدينت، الفاتر سيلت ماشيه ازاي؟ نوعيه الديسانفكتنت اللي انت بتستخدمه والافشنسي بتاعته ازاي تحكم عليه؟ الصيانه في المحارب اللي احنا بنشتغلها، هل المحارب دي بتحلب صح ولا غلط؟ نسبه البلسيشن مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ السي اي بي دوره الغسيل افكت ولا افكتف ولا مش افكت؟ بتغسل البقر بتاع الانتي بايوتيك ده ولا ملخبطه، فاللبن بتاعه بيخش مع اللبن السليم فممكن يتركب اللبن كله؟ البروبنج عامله على السوماتيك سيل كاونت ولا مش عامله؟ الكولنج تبريد اللبن، ما لو اللبن ما بردش على طول فجائي عندنا سيستم اللي هو دايركت شيلنج اللي هو بيطلع من بره 35 في ثانيه بيبقى 4. يعني دي معموله اللي هي الكولنج بتاعه يفضل على 4 عشان تعمله زي نوع من انواع الشيلنج السريع، التانكات بتاعت اللبن. كل دي حاجات انت قلنا بناكد صحيا تناسليا، ده الجيل بتاعي برضه ازاي؟ يعني لو انا بوظت عملت كل اللي فات حلو قوي وجيت على الخطوات دي بقى عمال ابوظ الجيل. لا لا، ده ليه مهندس ودي ليها مهندس ودي ليها مهندس، الحاجات دي كلها بتاع صيانه، واحد بيتابع السي اي بي، واحد بيتابع كذا، واحد بيتابع كذا، كل الكلام ده مهم لان ممكن يبوظك كله في الاخر. عين دخل مره واخده مضاد حيوي تحبط مع العزاير العاديه خالص. الكيتس بس السيمستيفتي بتاعتها ممكن تجيب بقره في التانك. التانك ب 10 تلات دايما. بتبقى حاجات بقى ايه؟ دي المانجمنت اللي هي عشان تاخد الجيم بتاعك يبقى سليم. تعال بقى نشوف احنا بنعمل ايه شويه في البار كبروسيسز سريعه، بسترجع بقى معاكم. خلاص يعتبر بقى خلصنا الحاجات دي، بس دي شويه بروسيس ايه بتتعمل على روتين او على تيم. زي ما قلت لكم لما بتعملي فتره دراي اوف، عندنا الدراي اوف اللي هم شهرين قبل الولاده، فتره بنسميها الايرلي دراي والبري فريش. ايرلي دراي والبري فريش. ايرلي دراي البقره لما بتيجي توصل عمر شهر 7 شهور ببتدي اجففها. خلاص مش هتحلب، هي بتتحلب بتخش المحلب هي هتتجفف دلوقتي. في نوعين من طريقه التجفيف، يا ابربت يا جرادوال. انت بتعمل ايه؟ كل البقر ابربت ما عدا الهاي برودوسر قوي، ممكن تحليبها حبه وحبه. عشان ما ايه لو جبت 30 كيلو مره واحده ما حلبتهاش هيجي لها ماستايتس. يبقى طريقه التجفيف بقى انا بجفف ابربتلي ما عدا الهاي برودوسر. لازم يتعمل لها بوف تريمنج. بوف تريمنج تقليل للحوافر بتاعها. تقليل الحوافر البقره بتزيد نص سم في الشهر، فعلى 7 شهور بتكون زادت 3.5 سم، وتظبط ان يكون طول الحافر 7.5 سم عشان ما تزيدش. وبجفف ابربتلي اديها انتي بايوتيك في الاربع حلمات او في الاربع تربع لونج اكتنج، يبقى في لونج اكتنج انتي بايوتيك بيتاخد عشان الماستايتس برضه ما يجيلهاش ماستايتس. اتاكد انها بريجنت كمان تاني عند عمر 7 شهور، انا جاسسها قبل كده، جاسسها الايزا وجاسسها ريكتر، بس اتاكد تاني قبل ما اجففها. بتاكل سبيسيفيك راشن اللي هي عشان تجف. خلاص؟ قبل ما تولد يبقى دي بسميها ايرلي دراي. هما الفتره شهرين، ايرلي دراي ده اول التجفيف، الاسبوعين الاولين، دول الاسبوعين الاخرانيين. خلاص؟ فاديها بقى ايه؟ عايزها تحضر وتولد وتبقى بقره، هتولد تبقى فريش تجيب لبن بعد كده، عامل لها ايه؟ الترانزيشن مانجمنت اللي احنا قلناها. ترانزيشن مانجمنت في بقى الديكات سيستم ده بتاع الهايبوكالسيميا، اعتقد سمعتوا عن الديكات دي قبل كده؟
انتكاس الكالسيوم انت عارف ان هو هرمون الكنترول في الجسم بيمر الثايرويد جلاند بيمر الثايرويد انت بتبعد خالص الهرمون الكنترول وبتخليه الكالسيوم ده الكاتيون بتاعه عالي فعشان يزيل امتصاصه بتحطه في وسط حمادي او الانيون فراكشن بتاعه عالي فبنأكل حاجه اسمها الانيون سولت الانيون سولت دي املاح الانيونيك فراكشن بتاعه عالي بيسحب الكالسيوم بالعافيه بحيث ان ينزل مستواه في الدم يبقى اعلى زي الكالسيوم كلورايد وزي الامونيا كلورايد دي بتعملها مش بتمنع الكريتيكال هايبوكالسيميا بتمنع السب كريتيكال يعني مش بتمنع ليفل ال 2 مللي جرام بتمنع ليفل 4 و5 سكر مللي جرام كمان بتمنعهم بالبيكات سيستم دي بتاكل الاملاح دي الكالسيوم كلورايد والامونيا كلورايد لمده اسبوعين عشان ما يحصلهاش النيجاتيف انرجي بالانس جامد بتديها حاجه ترفع الطاقه انتي كيتوجينيك ايجنت زي البروبالين يركض يبقى انا هنا بظبط الكالسيوم هنا برفع الطاقه ظبطه الدكات دي بتبان فين؟ بتبان في اليورين بي اتش بناخد عينات يورين بي اتش انا بدي انيون سولت بدي املاح سالبه حمضيه خالص فانا عشان اقول النورمال يورين بي اتش بتاع البقرة 8 في الظروف العاديه لو انا باكل انيون سولت افكتيف يوصل اليورين بي اتش 5.5 ل 6.5 يبقى انا حكمت ان انا بطبق الدكات صح في اليورين بي اتش اللي هو من 5.5 ل 6.5 والفاكسينيشن اللي هو الروتا فاكر اتفقنا بتاع اللي العجل الصغير الروتا فايروس الكورونا فايروس والايكولاي اللي هو الكي 99 وانتت كل ده هتلاقيها ماشيه في خلال الاستراتيجي اللي عاملينه هو ده وانتت يعني ايه؟ خلاص وجات فريش اول 15 يوم بعمل حاجه اسمها 10 day temperature monitoring 10 day temperature monitoring انا قلنا prevention ثم ايه من detection حاولت اطلع الامراض دي كلها طب هل في بوسيبيليتي ان البقره دي جينا بترايتس اللي ولدت ما لسه جالها انا اكلتها كويس وخليتها تولد كويس والكلام ده كله بس انا عايز اقلها مترايتس ما تجيش متاخره اول عرض من اعراض المترايتس الانفيشن في التمبريتشر اللي عالي فوق 39.5 فكل البقر الفريش يوميا بيتقاس ريكتالي درجه حرارته كام واي واحده تطلع اوفر 39.5 بتتعالج بايه؟ بانتيبيوتيك انتيبيوتيك الوزدرول تايم بتاع الصفر حاجه اسمها اكسيد او سيفتي فيوم عشان ما بينزلش في اللبن فبتديها الانتيبيوتيك ده منه الوزدرول تايم صفر ومنه لو هي بترايتس يبقى انت عامل ليه الانفكشن ما قلت لك هات سماعه ولا اكشف ولا اوفنسيف اوردر ولا الكلام كل ده كله استراتيجي احنا بنمنع المرض ثم بنحاول نكتشفه بنعالجه زي ما بقول لك كده فانت بتتعامل بس غير لما بتتعامل انديفيدوال كيس شغل الماس استراتيجي ودي طريقه ايه طرق مختلفه برضه ممكن تقيس فيها عشان الكيتوزيس تقيس البيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد عشان الانديفيشن الكيتوزيس لو شاكك في ابو ميزم كمان بتطلعها للدكاتره يسمعوها يمين وشمال يتاكد ان هي ايه ما فيهاش ديفتا رايت ابو ميزم ديسبريسمنت كل ده في ناحيه الايرلي ديتكشن الكاف الصغيرين مش ليها جزء بعد بس ممكن اعدي السلايد ده للكاف ابتدي بدي الاذر ديفلوبمنت عشان اربي بقره تنتج لبن كويسه انا مش بربيها عشان تكبر وبربيها عشان تجيب انتاج لبن عشان تجيب انتاج لبن لازم ابقى عارف ان الضرع ده او الاذر وهو بيتكون ليه اربع مراحل في النمو مهمين هينعكسوا في طريقه التغذيه والتربيه بعد كده ايه الطريقه دي او ايه هم الاربع مراحل بيسموها ايه؟ ايزومتريك الومتريك ايزومتريك الومتريك يعني مع الجسم اكبر من الجسم مع الجسم اكبر من الجسم معدل نمو الضرع المساوي لمعدل نمو الجسم اول 3 شهور بعد كده من 3 لغايه البيوبرتي يبتدي يزيد تاني بعد كده يمشي مع الجسم قبل الولاده يبتدي يزيد اكتر من الجسم تاني اهم نقطه في تكوين القدر الثلاث شهور الاماميين اللي هو بيبقى عباره عن اديبوز تيشو جزء من الدهن بس لو النيوكلياس دي ما اتكونتش يبقى القدر مش هيبقى كويس بعد كده مش هتقول البقره دي بتجيب لبن بعد كده يبقى انا عايز اعلى نمو في فتره الثلاث شهور الاولانيه عشان اجيب اعلى اديبوز تيشو في الفتره الاولانيه يبقى عايز اعلى افريج ديلي جين قد التارجت تتحول هنا في الكاف وانا بربي كاف او حجر تجيب انتاج لبن لازم ابقى عارف مراحل نمو الضرع دي شكلها ايه وهاكلها ايه؟ انا مش عارف الفسيولوجي الاول وبعد كده
اعكس بالتغذيه وادابت الفسيولوجي على اللي انا بعمله. لما انا بعمله بعمل ادابتيشن على الفسيولوجي، مش بعمل حاجه ثانيه. دي شكل بقى الايه الدرع يهمك في الاول زي ما قلنا الفتره دي اللي بيتكون اديبوس تيشو. الثلاث شهور الفتره اللي بعديها دي فتره البنتريشن بتاع الباكت، ففتره مالهاش ايه يعني خلاص الباكت سيستم يبتدي يتكون ويعمل بنتريشن للبيت الادر تيشو كله. بس لو البيوكرياس بتاعت الادر دي صغيره مش هيقدر ان انت تكون ديفايت انتاج لبن بعد كده كويس. شكل الكرش اللي انت هتاكله في العجل الصغير لو كان لبن بس ادي الديفلوبمنت. انتوا شفتوا الرومن بابيلي قبل كده؟ شفتوا الرومن بابيلي؟ الرومن بابيلي دي هي اللي بتعمل ايه الابسوربشن وبيحصل الهاجو وهي اللي بتمتص معظم النيوتريت، واخد بالك؟ عشان يحصل لها ديفلوبمنت وتبقى افكتيف بالشكل اللي انت شايفه ده لازم يبقى فيه بروبيوتيك وبيوتيريك اسيد وبيوتيريك اكتر. بيوتيريك اسيد فورميشن ده بيجي من كونسنتريت. لو انا باكل لبن بس بص ما بيحصلهاش ديفلوبمنت خالص. لو باكل لبن ودريس برضه ما بيحصلهاش ديفلوبمنت. بيحصل لها ديفلوبمنت من الكونسنتريت. يعني عشان انا حيوان اتولد عندي العين بيتولد زي الصوره اللي فاتت دي. بص الابوميزم هو زي بني ادم، فكان الابوميزم هو المعده الحقيقيه بتاعته، لا الرومن شغال ولا اي حاجه، فانت جزء صغير واللبن بينزل على التست بطي يروح رايح على الرومن الابوميزم. يتهضم على طول على ايه؟ ثم من ده احوله بالشكل ده. يبقى الابوميزم حته صغيره والرومن هو كل حاجه، والرومن هو اللي بيعمل بكتيريا الفرمنتيشن والكلام ده كله، لازم يبقى ترانزيت كده. فانا من مره واحده هديله لبن واحاول الكرش اعمل ديفلوبمنت للبابيلي بتاعته عشان يبقى هو بعد كده يقدر يهضم الاكل اللي انا هديهوله واشيل اللبن منه، وفي الاخر خالص تبقى بقى عليه. دي طريقه الفيسيولوجي بتاعه ده اللي بنعمله. فعرفنا ان الكونسنتريت هي اللي بتعمل لي الديفلوبمنت ده، واللبن هو اللي بيعلق بيدي اعلى افريج ديليجين. خلي بالك بقى اعلى افريج ديليجين اللي انا طالبه، والكونسنتريت هي اللي هتخليها تاكل. تمام. قلت ان احنا ممكن نعمل الهيبرز قبل الولاده، قبل الولاده ب 10 اساسا، لان ده من الريليشن بطريقه معينه بحيث ان يدينا اقدر نسوي صفات احسن بعد كده. هل ده صح ولا غلط؟ مع طريقه التربيه هي يعني ده الريليشن والكلام ده، بقول لك ما تاخدش بالايه؟ بالحاجات دي خالص. لا 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 انت تفهم ارجع لها، هل هي بيسعدني ولا ما لهاش؟ يعني هي دايما خلي كل كلامك كده، وما تاخدش كلامي كله انه مسبق 100% صح، خده واقرا الكلام ده تاني، ممكن يكون تلاقي حاجه غير كده خالص يعني. شكرا عليكم بقى. اهم حاجه في تربيه العقول الكولوسترام يعني خمس حاجات فيه. الكولوسترام هو يعني بتربي عقول رضيعه قبل ما اقول لك عايز اعلى افريج ديليجين وعايز الكلام ده كله، عايز الكولوسترام. الكولوسترام ده 150% اهم حاجه. هو اللي بيعمل مناعه، هو اللي بيخلي الجينيتك في تايب يتحول لفينو تايب. كل الابحاث بس يعني ما شافهاش الفيتير الانسولين جروب فاكتور بيعمل له ايه؟ بتخلي الشكل الجينيتك بتاعه يترجم بشكل فينو تايب من الكولوسترام. الكولوسترام بينقل المناعه، الكولوسترام بيزود عندك التنسيب واللاكتوفيري. بيهمك خمس حاجات: كمياته، كوانتيتي بتاعته، يتاخد بسرعه، يتاخد فريكوينت، يتاخد نظيف كلين. ليه يتاخد نظيف برضه بسرعه؟ انتوا عارفين الانتستاينال بول اول ما العجل بيتولد دي بتبقى مفتحه، ممكن انها تستعمل تاخد الاميونوجلوبينز اللي هي بيبقى حجمها كبير. لو انا سقيت الكولوسترول مش نظيف فممكن هتلاقي الميكروبات اللي هي السي دي اللي انت شايفها تيجي تسد الانتستاينال بول، فمش هتقدر توصل بمعظم الاميونوجلوبينز للعجل. الجزء الثاني ان الكولوسترول كواليتي، بص الحلبه الاولانيه بعد ما تولد شوف تركيبه ايه وشوف الحلبه ال 11. بص التوتال سوليد 23% توصل 12، نسبة الفات 6% بقت 3، البروتين 14 بقت 3، الانتي بودي كانوا 6% بقوا 0.09،
الكواليتي بتاعت اول حلبة والتانية هم دول اللي انت عايزه. هتقولي شرط سايد كولوسترم تالت حلبة. لا بقى محارب مرة واثنين والتالتة. لا كولوسترم يبقى الفيرست ميكنج. يبقى الفيرست ميكنج كولوسترم ده اللي انا عايزه. الاولاني وقيسه في بقى كذا حاجة بالسبيسيفيك جرافيتي او بالكولوستروميتر بس كتركيب يبقى هو ده. الكوانتيتي دي دراسة معمولة علمياني. انا خدت اقول قست فيها نسبه المورتاليتي بعد 6 شهور على واحد شارك من 2 لتر وواحد شارك من 5 ل 8 وواحد شارك من 8 ل 10 لتر في اول 24 ساعه. نسب النفوق اهي. اللي شارك كميه صغيره مات منه 15%. اللي شارك كميه دي مات منه ده. اللي شارك كميه كبيره قوي مات 6%. بغض النظر عن سبب النفوق عن كميه الكولسترول اللي خدها. انا لازم كواليتي عاليه، لازم يتاخد كبير، لازم يتاخد بكوانتيتي كويسه. عشان تاكد الكوانتيتي برضو كده سريع، الاسود خالص 2 لتر، ده لتر، ده نص لتر، ده شربه في اول نص ساعه، ده شرب بعد 12 ساعه. لو شربت 2 لتر في اول نص ساعه بص مستوى المناعه بيبقى عامل ازاي. شربت لتر مستوى المناعه اقل، شربت نص لتر مفيش. لا شربت 2 لتر بس بعد 12 ساعه ما عرفتش توصل. يبقى انا لازم اشرب كميات كبيره في الوقت اللي هو عشان تقدر تاخد الليفل بتاع الليفل اللي بيقول لك الكاف كولوسترا. قبل ما اتكلم على الافرج ديلي جيم بتاعه انا عايز اديله لبن زياده، طب ما تدوش الحاجات دي الكولوسترا مظبوط مش هتعرف تاخد اي حاجه منه بعد كده. كميه الكولوسترا مختلفه من اجل حسب وزنه؟ لا 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 ملهاش علاقه. الوزن بعد كده في الترازيه. انا بديله اول نص ساعه 2 لتر، كمان ساعتين 2 لتر، كمان ساعتين 2 لتر يوصل من 812 في اول يوم. ملوش دعوه بوزنه خالص. زي ما تقدر تديله. بتضيع كل ساعتين. كل بس اول نص ساعه لازم. اول نص ساعه كل لترين. وبعد كده كل ساعتين. كل ساعتين. خد اكثر من لترين لترين. خلصنا الكولوسترم وعرفنا اهميته. هاجي اقول لك انا قلت عايز اعمل بقى اعلى افريج ديري جيم. فطرق التغذيه في العجول في حاجتين، في حاجه الكونفشنال القديم. اللي هو بيديله طريق تغذيه صغيره. وفي النهارده الناس كلها اتجهت لحاجه اسمها الاكسلريتد فيدنج بروجرام. الاكسلريتد ان انت بتزود ده ببساطه خالص 10% من وزنه لبن، ده 20% من وزنه لبن. ده بدخله كونسنتريت بدري، ده باخره كونسنتريت. وخلاص بس اللبن بيديني اعلى افريج ديري جيم عشان الاذر يبقى اتكون صح ويبقى ان انا قدرت اعمل اعلى افريج ديري جيم. دي مقارنة معمولة بين الكونفشنال والاكسلريتد. كل العالم النهارده رايح للاكسلريتد. ليه؟ هيبقى انتاج لبن في الموسم الاول اعلى 850 كيلو لو قارنته بالتربية العادية. 850 كيلو لبن زيادة اعلى وتولد على عمر اقل. اللي انت دفعتها البقرة المفروض تولد على 24 شهر، في الاكسلريتد هتولد 22 وهتجيب لبن اكتر. يبقى دي دبل بنفيت. كل الناس رايحة على الاكسلريتد فيدنج بروجرام. بعد كده الويدنج بقى سهل، بنفطم برضه قلنا ابرابتري زي ما جففنا ابرابتري بنفطم ابرابتري. لازم تعمل كروس مونيتور، بتبتدي بقى تاخد الامر الاختيار في الفتره دي ان انت بتفطم 3 شهور فبتبتدي عند الشهر الرابع الامر الاختيار. فريز براند دي طريقه من طرق الايدنتيفيكيشن ان انت بالليكويد نيتروجين على النقط السوداء بالجلد بتعمل لها زي وش بحيث بتموت الميلانوسايت فبيطلع الشعر ابيض واخد الارقام في النقط دي، تبتدي تاخد فيها انتكشن، تبتدي تقطعها بقى عشان تبقى ايه تنوم بعد كده. هي البدايه بتبتدي تقطع امتى؟ وزن 350 كيلو يكون ارتفاعها 125 سم او 50 بوصة. يبقى ده ابتدي اعمل ايه؟ الفيرست انسيميشن بتاعه. وبعد تفر ممكن بقى بعد 7-9 شهور كمان هتولد وتخش مكان ام تاني. يبقى انت خدت اللفه كده كلها بتاعت الديري مانجمنت. انت لو عند عمر 3 شهور تقعد تحط كونسنتريت على عمر قد ايه؟ ايه يا باشا؟ كونسنتريت تحط عمر قد ايه؟ الكونسنتريت انا قلت لك في الاولاني عند اسبوعين في الكونفشنال، الثاني انا باخره ممكن بعد شهرين بعد شهر ونص براحتك. بس انت كميه لبن زياده. هي بعتمد على ان اللبن، لان اللبن اعلى افريج هيري جيم بيجي من اللبن مش بيجي من الكونسنتريت. الكونسنتريت انا عايز اهيئ الكرش لما اجي افطر عشان تطلع البريبريدي محتاج قد ايه عشان تطلع وتبقى ويل فورمت 15 يوم. فقبل ما تبقى تحتاج ان انت تاكل او هتفطر ب 15 يوم انت فري.
هتفطم على شهرين يبقى اكل كونسنتريت عند شهر ونص، هفطم على شهرين ونص اكل كونسنتريت عند شهرين. راحت البرنس بقى ان انا اعلي الافريج ليرج من النار بالنورمال ميلك بس. هي كده فرصه ان العجل الصغير اللي هو يخش مكان مثلا امه ثلاث سنين كده مثلا او سنتين ونص. سنتين تخش. سنتين تخش ده من اكسلريتد يبقى 22 شهر. تبدأ عمر يبقى والدة العمر عند أول ولادة ليها 24 شهر، ده اللي احنا عايشين بيه، الأكسلريتد مخليها 22. ويني يا دكتور مش أفضل لغة بدري عشان المهارة اللي أنت وأنت طالع بقول لك أنت بتدي لبن وبعدين بتدخل الكونسنتريت وبعدين بتدخل الفورج، بتدي لبن عالي قوي وترجع تعلي اللبن، تزود الكونسنتريت عالي وترجع تزود الفورج. لما بيجي يتفتن ما بيبقاش ابرابط اللي بالمعنى اللي انت فاهم بيكون بقى اكوموديتد ان انت تمنع عنه الحاجات دي كلها. اخر حاجه بقى انتوا كده خدتوا السايكل كامله بتاعه الانتاج الحيواني كله الاسسمنت والطرق وايه السوفت ويرز اللي موجوده اللي انت ممكن تستعملها. سوفت وير ده اشهر سوفت وير اسمه تيليكوم 305 ده ميكاني ده كله ده بقى الورلد وايد يعني ده اللي كل حته هتروح في العالم هتلاقيهم يستعملوا التيليكوم. التيليكوم ده الشركه بتاعته اسمها الفاني اجريكلتشر سوفت وير دي شركه في امريكا هي اللي بتعمل السوفت وير ده. طب احنا غلابه وعلى قدنا نخش الموقع ده. الموقع ده بتاع جامعه وسكاونسون ماديسون عاملين جزء اسمه اكستنشن كل السبورت اللي انتوا هتحتاجه عايز تقيم فيرتيليتي تقيم برودكشن تقيم تغذيه عايز تعرف عدس المشاريع اللي بتتعمل كل حاجه بتدخل الداتا بتاعتك وهو بيعمل لك الاناليسيز وفي موقع بتاع اسكر اكسبيرت مع هم الناس دي كلها. دول كده تقريبا معظم الانتاج الحيواني ونشكركم على الوقت الكبير اللي حضرتكم محمد عثمان مزرعتي. تحت امركم في اي اسئله.